شكرا للكابتن أسامة حسني وضيفيه الكريمين كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأوفياء، معكم يتجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات دوري الجمهورية لمواليد 2003 هنا ملعب الأهلي بمدينة نصر، ولقاء الأهلي مع بتروجيت في إطار الجولة الأولى في التصفيات النهائية لدوري الجمهورية. يمكن مشاهدينا الأعزاء طبعا كلنا تابعنا الجولة الأولى من هذا الدوري اللي تصدرها طبعا النادي الأهلي، ومنافسة شرسة مع نادي إنبي صاحب المركز الثاني في الترتيب. طبعا تم تقسيم الدوري يعني هو 21 فرقة تم تقسيمهم لمجموعتين، المجموعة الأولى اللي بتشهد لقاء اليوم أصبحت 10 فرق تنافس على البطولة، أما المجموعة الثانية هتبقى 11 فريق وللهروب من يعني شبح الهبوط. نتمنى إن احنا نشوف ماتش حلو النهاردة ونستمتع بكرة قدم جميلة، وأن تكون الإثارة والندية والمتعة الكروية هي الحاضرة معنا وسط هذه الأجواء الجميلة هنا بملاعب الأهلي بمدينة نصر زي ما تعودنا دايماً، وبنضع حضراتكم في الأجواء. الجو النهاردة يعني في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال، وجو كورة، جو كورة حلو، وإن شاء الله نشوف بقى يعني كرة قدم مميزة من لاعبي الفريقين في مباراة اليوم. يعني المباريات بتاعة النادي الأهلي في قطاع الناشئين أصبحت جميلة جدا. أدي أمامنا طبعا كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، واحد من النجوم الكبار جدا طبعا في تاريخ القلعة الحمراء. النادي الأهلي مواليد 2003 مع الكابتن أحمد عبد الظاهر عاملين يعني أداء مميز جدا هذا الموسم، ونتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله رب العالمين. وطبعا يعني كابتن وليد سليمان كان واحد من كباتن فريق بتروجيت السابقين، يعني واحد من اللعيبة الكبار جدا، وزي ما حضراتكم شايفين رايح وبيسلم على الناس، وروح جميلة وروح حلوة، ويعني الجميل كرة القدم هي كده، كرة القدم تنافس شريف في أرض الملعب، إنما يبقى الروح الرياضية هي السمة دايما اللي متواجدة مشاهدينا في كل مكان. النادي الأهلي الحقيقة عامل أداء مميز جدا زي ما قلنا لحضراتكم في الجولة الأولى، هو الأكثر تحقيقا للفوز ب 13 يعني فوز 13 مرة حقق النادي الأهلي الفوز، نادي إنبي حقق الفوز 10 مرات وسيراميكا 9 مرات. طبعا أمام حضراتكم لاعبي الفريقين والسلام ما قبل هذا اللقاء اللي بيقوده تحكيميا يعني كابتن محمود منصور، وبيعاونه عمر فتحي ومحمد القاضي كمساعد تاني في مباراة اليوم. نتمنى التوفيق النهارده لطاقم التحكيم اللي متواجد في ملعب المباراة للخروج بسفينة اللقاء لبر الأمان وإرساء العدالة في كرة القدم. ادي طبعا لاعبي النادي الاهلي والسلام على الجهاز الفني والاداري لنادي بتروجيت لمباراه اليوم اللي بيمثلهم طبعا حمام ابراهيم كمدير فني، محمد رجب فرج مدرب مساعد، احمد هاشم للحراس، وكابتن اسامه محمد المدير الاداري. مشاهدينا الاعزاء، اما يعني الجهاز الفني بقى للنادي الاهلي، احمد عبد الظاهر المدير الفني، احمد جلال المدرب العام، خالد عثمان مدرب حراس المرمى، الاداري النشيط كابتن محمد راشد، علاء مأمون طبيب الفريق، عمر شعراوي مدرب الأحمال، عبد الحميد حسين مدلك، وعبد الرحيم سونج مسؤول المهمات، ورمضان حارس أيضا مسؤول المهمات. أدي أمامنا الصور التذكارية لكبات الفريقين مع طاقم التحكيم لمباراة اليوم اللي بيستعدوا خلاص لبداية أحداث هذا اللقاء، ويعني الحضور اللي أمام حضراتكم طبعا الجهاز المساعد للنادي الأهلي اللي بيتواجد النهاردة مع الكباتن طبعا كابتن بدر رجب وميشيل يانكون، كابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي، ويعني متابعة من الجهاز الفني للفريق الأول ومساعده بقى مارسيل كولر للمباراة من أرض الملعب النهاردة. مشاهدين الأعزاء، ودي أمامنا طبعا قراءة الفاتحة ما قبل بداية أحداث هذا اللقاء. تشكيل الفريقين لمباراة اليوم، النادي الأهلي النهاردة كابتن أحمد عبد الظاهر اختار تشكيل مكون من مصطفى مخلوف لحراسة المرمى، رباعي خط الظهر من اليمين عبد الجواد عبد الرحمن، ابراهيم عبد الحكيم، اسلام عبد الله، ومازن اسامه. في وسط الملعب احمد طعيمه وميدو نبيل. امامهم بيلعب الثلاثي احمد اشرف وميدو اسامه، وفي المقدمه وحاملي الامال الهجوميه في مباراه اليوم عبد الرحمن شريف وسمير محمد. ادي امام حضراتكم اللقطه مع يعني مخرجنا بقى استاذ محمد الدكروري، وزي ما حضراتكم شايفين
الحضور اليوم من قطاع الناشئين للنادي الأهلي، وأيضا الجهاز المعاون لمارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي. 13 لاعب طبعا من قطاع الناشئين تم تصعيدهم للفريق الأول في الفترة السابقة مشاهدينا الأعزاء، ويعني شافهم بشكل جيد مارسيل كولر وأيد منهم 6 في القائمة الأفريقية: حازم جمال، إسلام عبد الله، إبراهيم عبد الحكيم، يوسف عبد الحفيظ، مصطفى بالخير، ومحمد عبد الله. تشكيل بتروجيت لمباراة اليوم: محمد عادل خليفة لحراس المرمى، زياد أشرف، محمد فرج، أحمد إبراهيم، مصطفى محمود ومحمود يحيى، محمد كالوشا، مصطفى الجمل، ويوسف فايز، وفارس رضا، ونصر سعيد. على يميننا فريق بتروجيت، وعلى شمالنا النادي الأهلي. مشاهدين الأعزاء، وخلاص هي لحظات ونبدأ مع حضراتكم المباراة، والكل هنا بيستعد للبداية، وفي انتظار بقى إعطاء الإذن بصافرة من كابتن محمود منصور ليبدأ المباراة. بسم الله وعلى بركة الله بدأنا مع حضراتكم أحداث هذا اللقاء. وادي الكرة الأولى لفريق بتروجيت كده في وسط الملعب عند اللاعب محمود يحيى، بيلعبها هناك ناحية اليمين، وانطلاقة ومحاولة في هذه اللحظات في اتجاه اللاعب فارس رضا. النمط قطعت على طول من لاعبي النادي الاهلي، وبسرعه كده جابوها لاعبي النادي الاهلي كره في اتجاه اللاعب ميدو نبيل اللي بيلعب الكره الاماميه، عايز يلعبها في اتجاه اللاعب محمد اسامه او ميدو اسامه، قول زي ما انت عايز. وادي بقى الانطلاقه في وسط الملعب مره تانية في اتجاه اللاعب فارس رضا، كره كده في الوسط ونقلات من محمد كالوشا اللي بيعيد الكره في الخلف عند اللاعب زياد اشرف اللي بيرجع بالكره الى محمد عادل خليفه حارس المرمى. ادي محمد عادل خليفه واحد من حراس بقى المنتخب الاولمبي وحارس من الحراس المميزين، ولكن طبعا بيخرج الكره الى خارج الملعب بعد الضغط اللي عمله عليه لاعبي النادي الاهلي. عبد الجواد عبد الرحمن بيحاول، وادي كره ملعوبه ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس، وكان طبعا مع اللاعب ميدو اسامه. رمي التماس عبد الجواد عبد الرحمن للنادي الاهلي من ناحيه اليمين مشاهدينا الاعزاء، ويعني دخلنا بدري جدا جدا في اجواء المباراه. ودي كره ملعوبه في اتجاه اللاعب ميدو نبيل كابتن الفرقه النهارده، بيلعبها في اتجاه اللاعب ابراهيم عبد الحكيم واحد من اللاعبين المقيدين افريقيا مع اللاعب اللي معاه الكره دلوقتي اللي هو اسلام عبد الله اللي لعب الكره الاماميه في اتجاه اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن. انما مصطفى الجمل بيقطع الكره وبيلعبها على طول اماميه. طبعا مشاهدين الاعزاء يعني كان سبق بقى ان التقى الفريقان الاهلي وبتروجيت في المرحله الاولى على نفس هذا الملعب، وحقق الاهلي الانتصار بهدف مقابل لا شيء كان سجله اللاعب محمد وائل. ادي كره تتلعب على طول ومحاوله مره ثانيه، ولكن بقى هنا حارس المرمى محمد عادل خليفه بمنتهى الثقه في اللقطه الماضيه الحقيقه بياخد الكره ويلعبها كده زي ما حضراتكم شايفين. ترجع الكره وتعود الى اللاعب اللي هو طبعا ابراهيم عبد الحكيم، بيلعب الكره الاماميه وانطلاقه وتصل ناحيه اليمين ومحاوله من اللاعب محمد اسامه اللي بيحاول يجيب الكره، ولكن تطول وتطلع وتبقى رميه تماس من ناحيه الشمال لصالح فريق بتروجيت. اتلعبت الكرة مرة تانية لبتروجيت ناحية الشمال، وكرة ملعوبة أمامية كده. وادي الضغط بقى أمام حضراتكم من اللاعب إبراهيم عبد الحكيم، إنما فارس رضا بياخد الكرة وينطلق كده من ناحية الشمال فارس، ومحاولة إنما يا ولد يا إبراهيم. إبراهيم عبد الحكيم بيرجع ويجيب الكرة مرة تانية ويقطع الكرة ويلعبها في اتجاه اللاعب إسلام عبد الله. تتلعب الكرة مرة تانية في وسط الملعب، استلام، وادي المحاولة مرة تانية من اللاعب أحمد طايمة بيلعبها مشاهدين الأعزاء. وادي الكرة الأمامية الملعوبة في اتجاه اللاعب ميدو أسامة، إنما على طول توصل الكرة هناك ناحية أحمد إبراهيم لاعب نادي بتروجيت من ناحية اليمين، بيلعب الكرة الأمامية، استلام كده على الصدر بشكل جيد جدا من لاعبي نادي بتروجيت اللي بينقلوا كرات زي ما حضراتكم شايفين كده في احداث هذا اللقاء. تتقطع الكره وتوصل مره ثانيه عبد الجواد عبد الرحمن ناحيه اليمين اللي بيلعب كره اماميه، عايز يلعبها كده بقى في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، ولكن تصل الكره الى محمد عادل خليفه حارس مرمى نادي بتروجيت في مباراه اليوم. ادي بتروجيت بيطلعوا بالكره من الخلف كده زي ما حضراتكم شايفين، والتعليمات بقى من الكابتن الكبير طبعا والكابتن المميز كابتن حمام ابراهيم اللي بيتواجد على راس القياده الفنيه لنادي بتروجيت في مباراه اليوم. وعلى الجانب الاخر طبعا واحد من النجوم كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الاهلي مواليد 2003. تتلعب الكره مره ثانيه، الاستلام من اللاعب عبد الرحمن شريف اللي لديه 4 اهداف في دوري هذا الموسم مشاهدينا الاعزاء. وطبعا بيتواجد ايضا سمير محمد لاعب النادي الاهلي وهداف بقى النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي اللي مسجل 9 اهداف في دوري هذا الموسم، مسجل 9 اهداف في دوري هذا الموسم. يعني بدايته بقى كان سجل اللاعب الحقيقه
هدفين في مرمى المقاولون في الجولة السابعة، وبعدها ما توقفش عن الأهداف. اللاعب المميز جدا سمير محمد تتلعب الكرة مرة تانية، ادي انطلاقة بقى من ناحية الشمال، ادي سميرة امام حضراتكم، سمير اللاعب اللي كنا لسه بنتكلم عليه، تتلعب الكرة لطهيمة اللي بيعيد الكرة في الخلف عند اللاعب اسلام عبد الله اللي بيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن تصل الى محمد عادل خليفة حارس مرمى نادي بتروجيت في مباراة اليوم. طبعا مشاهدينا الاعزاء زي ما قلنا لحضراتكم الاهلي في المركز الاول، ادي امامنا اصابه كده للاعب من لاعبي نادي بتروجيت في مباراه اليوم، نتمنى له السلامه، لسه بدري جدا، ده احنا بنلعب في الدقيقه الخامسه من بدايه احداث هذا اللقاء. النادي الاهلي اللي بيتصدر جدول الترتيب في المجموعه اللي بتضم 10 فرق مشاهدينا الاعزاء للمنافسه على البطوله، ولديه 42 نقطه، لعب 20 مباراه حقق الفوز في 13 وتعادل ومكسب وحيد، وتعادل وخساره كانت مباراه وحيده، له 40 هدف كاقوى هجوم وعليه 17 هدف ايضا كاقوى دفاع. اما نادي بتروجيت في المركز الخامس، لعب 20 مباراه حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل ومكسب 9 مباريات. يعني خلي بالك بتروجيت اكتر فريق تعادل في دوري هذا الموسم يعني لمواليد 2003، وخلي بالك ايضا هو حقق الفوز بعد التعادل في المباراه سواء بقى كان سلبي او ايجابي، ولكن هو حقق الفوز في 9 مرات بركلات الترجيح. يعني الفريق ده مميز جدا جدا في ركلات الترجيح الحقيقه، يعني لم يخسر ولا مباراه، تعادل في 9 وكسب 9 بركلات ترجيح، وحصل منهم في كل مباراة على نقطتين. يعني زي ما حضراتكم عارفين واحنا شرحنا الامر ده مرارا وتكرارا، انه لجنة المسابقات في دوري الناشئين يعني بقت تخلي المباريات في حال انتهائها بالتعادل يلعبوا ركلات ترجيح، علشان يخلوا اللعيبة يعني تتعود على ركلات الترجيح اللي كانت عندنا مشكلة الحقيقة في الكرة المصرية مع ركلات الترجيح في الفترة الأخيرة. ادي انطلاقة بقى ومحاولة مرة تانية لعبد الرحمن شريف، بيلعب الكرة في وسط الملعب واتقطعت الكرة ووصلت مرة أخرى للاعبي نادي بتروجيت ناحية الشمال، والمحاولة من اللاعب كالوشا اللي بيعدي وماشي وبيلعب الكرة هناك لفارس رضا اللي انتقل ناحية اليمين ولعب الكرة العرضية، خطرة جدا لنادي بتروجيت، ولا زالت الخطورة مستمرة بقى عند اللاعب مصطفى الجمل، وادي تصويبة من مصطفى الجمل في اللقطة الماضية، ولكن يعني ترجع الكرة مرة أخرى للنادي الأهلي عن طريق اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن بيلعبها لسمير محمد. ادي خطوره طبعا امام حضراتكم من لاعبي بتروجيت، شفنا الانطلاقه بقى اللي كانت من اللاعب الحقيقه فارس رضا اللي هو كان بيلعب ناحيه الشمال وانتقل ناحيه اليمين، وواضح كده ان هو واللاعب يوسف فايز كابتن حمام ابراهيم مديهم يعني حريه الحركه وبينتقلوا كده من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. ادي الكره تتلعب على طول اماميه عاليه ومعديه واصله مره ثانيه وسط حراسه كده بقى امامنا من اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن، ما اتخذت منه خطره ومنتهى الخطوره، منتهى الخطوره مصطفى الجمل في اللقطه الماضيه اللي اخذ الكره بشكل يعني خطير من اللاعب بقى هنا امامنا اللي هو عبد الجواد عبد الرحمن، ولعبها ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. اخطر الكرات امام حضراتكم، شوف بقى هنا الكره، يعني كلنا عارفين انه التعليمات دايما بتاتي للمدافع ما تخليش الكره تطب، ما تخليش الكره تعمل باندا قدامك كده، وادي بقى هنا امامنا مصطفى الجمل اللي حاول يتصرف بشكل حلو الحقيقه، الفكره حلوه انما يعني الزاويه والبوزيشن بقى والامور دي كلها كانت يعني ضيقه عليه، وفرصه ان هو يلعب الكره بهذا الشكل كانت صعبه شويه، انما الراجل اتصرف اللي هو طبعا مصطفى الجمل واضاع اخطر فرصه في بدايه احداث هذا اللقاء، وبنلعب في الدقيقه الثامنه وفرصه كانت في منتهى الخطوره لبتروجيت نظرا بقى يعني لان الكره يعني طبت كده امام عبد الجواد عبد الرحمن. الانطلاقه النادي الاهلي اللي بيحاول يرد بقى في هذه اللحظات، وتوصل الكره لابراهيم عبد الحكيم اللي مكمل في وسط الملعب. ابراهيم عبد الحكيم هو لاعب مدافع ولاعب ايضا بيجيد اللعب كده على الاجناب، ولديه 3 اهداف يعني مدافع هداف. ادي انطلاقه وتوصل الكره مره ثانيه عندنا ابراهيم عبد الحكيم مدافع النادي الاهلي وقلب الدفاع النهارده لديه 3 اهداف، وايضا اسلام عبد الله لديه 3 اهداف، الاثنين بقى اللي هم طبعا بيشغلوا قلب الدفاع للنادي الاهلي النهارده. شيء جيد جدا انك يكون عندك ومتواجد مع فرقتك مدافع او اثنين مدافعين من اللعيبه اللي بيعرفوا يسجلوا اهداف الحقيقه. ادي كره في وسط الملعب مره ثانيه ترجع في الخلف عند اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن اللي بيعيدها الى حارس المرمى مصطفى مخلوف، واحد من الحراس المميزين ايضا، واللي طبعا مع حراس بقى النادي الاهلي اللي عاملين يعني اداء جيد جدا سواء مع الفريق الاول او الناشئين، ويعني مثلا عندك كابتن محمد الشناوي مصطفى شوبير حمزه علاء مخلوف حازم جمال، حاجه في محترمه جدا الحقيقه يعني، والاضافه ليهم الزنفولي طبعا. ادي انطلاقه وكره كده في وسط الملعب ومحاوله مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي ميدو اسامه بيلعبها حلوه سمير، انما يبدو ان في تسلل، انما اللقطه حلوه الحقيقه، شوف بقى اللاعب ميدو اسامه لعب البينيه الحلوه، والتحرك كان من اللاعب سمير محمد في اللقطه الماضيه، ولكن ادي بقى شوف الراجل والتمريره الحلوه على الرغم من انها
تسلل، انما هو يعني اللاعب ميدو اسامه اتصرف بشكل جيد جدا وادى الكره للهداف اللاعب سمير محمد اللي الحقيقه لديه 9 اهداف في دوري هذا الموسم. ولكن محمد عادل خليفه حارس بقى اللي بيتواجد ايضا مع المنتخب الاولمبي زي ما حضراتكم شايفين تصدى للكره. ولكن خلي بالك اللاعب سمير محمد اللي كان على الشاشه منذ لحظات اكيد سمع الصفيره بتاع الحكم وشاف الراي، علشان كده ما تصرفش في الكره بالشكل الامثل يعني. انما لو الكره دي بليون كان اللاعب سمير محمد قدر ان هو يسجل، لانه هو لاعب هداف يعني بيجيد انصاف الفرص ويقدر ان هو يستغلها بشكل جيد ويسجل منها اهداف. ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره في الخلف مره ثانيه عند الحارس مصطفى مخلوف اللي بيلعب الكره هناك ناحيه شمال، استلام بشكل جيد من اللاعب مازن بيلعب الكره الاماميه، وادي المحاوله بقى للنادي الاهلي، كره كده ملعوبه في اتجاه اللاعب احمد اشرف واحد من اللعيبه المميزين جدا لديه هدف في دوري هذا الموسم كان سجله في مرمى الجونه الحقيقه، واستطاع ان هو يعني يسجل الهدف ده بشكل جيد، وفي نفس الوقت هو لسه عائد من الاصابه. في طبعا 3 من اللاعبين اللي هم طبعا مصطفى مخلوف واسلام عبد الله وابراهيم عبد الحكيم، 3 دول مقيدين مع الفريق الاول افريقيا، شيء جيد جدا وشيء جميل انك تشوف لعيبه من قطاع الناشئين مع ابو الاشبال بقى الكابتن بدر رجب وكابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي وطبعا كابتن احمد ناجي، وانك تشوف لعيبه من النادي الاهلي يعني من قطاع الناشئين بيعملوا اداء مميز مع الفريق الاول، ويستطيع بقى مارسيل كولر مع جهازه المعاون ان هو يعني يستعين بيهم ويكونوا موجودين وقت ما النادي الاهلي يحتاجهم يعني. قطاع الناشئين المميز جدا جدا، وكابتن بدر رجب قال لك انه بالاضافه لل 13 لاعب اللي هم تم تصعيدهم للفريق الاول هناك الكثير والكثير من اللاعبين المميزين مشاهدينا الاعزاء اللي لسه بالتاكيد هياخدوا فرصه علشان الجهاز الفني للفريق الاول للنادي الاهلي يشوفهم ويعني يديهم بقى الفرصه وان هم ينسجموا مع عناصر الفريق الاول وينقلوا لعيبه بقى الفريق الاول النادي الاهلي ينقلوا خبراتهم للاعيبه الناشئين. كنا شفنا طبعا زياره الكابتن محمد مجدي قفشه لقطاع الناشئين والدعم اللي كان قدمه لهؤلاء اللاعبين. ادي انطلاقه سمير محمد بيلعب الكره في وسط الملعب، ميدو بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال عند اللاعب احمد اشرف واحد من اللعيبه المميزين. شوف احمد اشرف بقى بيستغل سرعته ومهاراته، عدى حلو قوي من ناحيه الشمال ولعب الكره العرضيه منتهى الخطوره، انطلاقه حلوه وكره جميله الحقيقه من اللاعب احمد اشرف، وامام انظار بقى امام حضراتكم طبعا كابتن بدر رجب والجهاز المعاون لمارسيل كولر والفريق الاول وايضا قيادات قطاع الناشئين في النادي الاهلي اللي بيتابعوا اللقاء النهارده من ملعب المباراه. ادي كره في وسط الملعب مره تانية للنادي الاهلي، ابراهيم عبد الحكيم في وسط الملعب، استلام من اللاعب ميدو نبيل بيلعبها، ادي ميدو بيلعب الكره لعبد الجواد عبد الرحمن اللي بيلعب الكره لابراهيم عبد الحكيم مره تانية. لازلنا مشاهدي الاعزاء نبحث بقى عن استطلاع هلال التهديف في سماء اللقاء، لازال التعادل السلبي بدون اهداف حتى الان يعني. ادي انطلاقه من ناحيه الشمال، اسلام عبد الله بيلعب الكره الاماميه انما تصطدم كده بلاعب بتروجيت وتوصل للحارس مصطفى مخلوف اللي بيلعب الكرة الأمامية مصطفى مخلوف عند سمير محمد، منتهى الخطورة سمير، وشوف سمير بقى مكمل وعامل يعني صداع كده ليه الاثنين بقى اللي هما زياد أشرف ومحمد فرج مدافعه نادي بتروجيت في مباراة اليوم، ولكن حارس المرمى محمد عادل بيطلع ويمسك الكرة، وادي فاول في هذه اللحظات لصالح نادي بتروجيت من ناحية الشمال، وحكم اللقاء محمود منصور. ركلة حرة لنادي بتروجيت في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء، أدي أمامنا الإعادة، وادي اللقطة، وادي المرور. في اللقطة الماضية إبراهيم عبد الحكيم اللي كان تدخل مع اللاعب فارس رضا لاعب نادي بتروجيت في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. آدي الكورة وآدي الإعادة للقطة اللي كان عملها اللاعب أحمد أشرف الحقيقة، وآدي حكم اللقاء بيدي الكورة للاعب زياد أشرف، وركلة حرة لصالح نادي بتروجيت في مباراة اليوم. ركلة حرة لنادي بتروجيت من ناحية الشمال مشاهدينا الأعزاء في أحداث هذا اللقاء، بتتلاعب على طول أمامية على حدود منطقة الجزاء كده إنما على طول بيطلع دفاع النادي الأهلي وترجع الكرة مرة تانية، محاولات وهجمات رايحة وجاية الكرة كده وتوصل الكرة مرة تانية للاعب عبد الرحمن شريف اللي بيلعبها لطعيمة في وسط الملعب، وادي على طول طعيمة بيعدي ولكن حكم اللقاء بيدي الفاول لصالح محمود يحيى لاعب نادي بتروجيت في أحداث هذا اللقاء. بنقترب مشاهدينا الاعزاء بقى من الربع ساعه الاول من احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه الاهلي في كل مكان، والاهلي وبتروجيت ومستهل وافتتاحيه الجوله الاولى من المرحله النهائيه للدوري الجمهوريه مواليد 2003، ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف. ركله حره
لصالح نادي بتروجيت، واللاعب اللي هو طبعا محمد كالوشا، او ده او هنا هنشوف زياد اشرف لاعب نادي بتروجيت، وركله حره في احداث هذا اللقاء. الراجل واخد يعني وضعيه كده كانه هيسدد، كانه هيسدد من هذا المكان، مسافه بعيده شويه، ولكن هنكتشف مع حضراتكم كان اللاعب ده بيجيد بقى التصويب والامور دي، هنشوف مع حضراتكم. ركله حره لنادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء، ركله حره في مباراه اليوم، بتتلعب على طول، تصويبه تصويبه قويه قويه انها اصطدمت بالحائط ورجعت الكره للاعب احمد ابراهيم، وتطلع وتبقى رميه تماس. يعني من الواضح كده ان هم عندهم استغلال لسلاح التصويب، علشان كده لاعبي النادي الاهلي بقى هيحاولوا بالتاكيد يقللوا من المخالفات على حدود وبالقرب من منطقه الجزاء بتاع النادي الاهلي. ادي انطلاقه من ناحيه الشمال عند اللاعب محمد اسامه، ولكن تدخل قوي، تدخل قوي بقى في اللقطه الماضيه، وحكم اللقاء بيدي فاول لصالح نادي بتروجيت، فاول لنادي بتروجيت، وعلى طول بيستدعي رجال العلاج. ان شاء الله يكون سليم طبعا لاعب نادي بتروجيت في مباراه اليوم زياد اشرف اللي امام حضراتكم. رجوله وحماس في اللقطه الماضيه، وتدخل بقى مع اللاعب ميدو اسامه لاعب النادي الاهلي، خرج الكره امامنا اللاعب اللي امام حضراتكم زياد اشرف اللي واقع على ارض الملعب. ادي امامنا الاعاده وادي الانطلاقه، وشوف بقى هنا امامنا، ادي زياد، ادي زياد، والتدخل اللاعب الراجل لاعب على الكوره، وادي امامنا ميدو اسامه، وحكم اللقاء شاف انه ميدو اسامه ارتكب مخالفه واداله الفاول كابتن محمود منصور، ولكن هو اندفاع طبيعي على الكوره يعني. طبعا مشاهدينا الاعزاء، رمي التماس، او هنشوف الحكم ادى ايه في مباراه اليوم. يمكن الاهلي في الجوله الماضيه كان حقق الفوز على نادي طلائع الجيش 3-0، ونادي بتروجيت كان كسب سيراميكا 3-1. رمي التماس للنادي الاهلي، لا زال اللاعب متوقف، وادي امامنا حارس المرمى للنادي الاهلي مصطفى مخلوف مع رجال العلاج امام حضراتكم، علاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي. وادي رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، يعني بنلعب في الدقيقه 17 من عمر واحداث الشوط الاول، ولا زال التعادل بدون اهداف حتى الان في مباراه اليوم. رمي التماس عبد الجواد عبد الرحمن للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، عبد الجواد بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء، استلام ومحاوله من اللاعب عبد الرحمن شريف، انما على طول اتقطعت ورجعت الكره الى خارج الملعب مره ثانيه، طلعت وبقت رمي التماس عبد الجواد عبد الرحمن، واحد من اللعيبه طبعا اللي تم تصعيدهم للدرجه الاولى. تتلعب الكره وتوصل هناك ناحيه الشمال، واستلام بشكل جيد امام حضراتكم مشاهدينا من اللاعب احمد اشرف، وترجع الكره مره ثانيه في الخلف كده للاعبي النادي الاهلي، وادي كره ملعوبه في اتجاه اللاعب محمد اسامه، محاوله من محمد اسامه، ولكن بيتدخل اللاعب مصطفى محمود وياخد الكره، وحكم اللقاء بيدي فاول. طبعا قلنا لحضراتكم انه الجهاز المعاون لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي متواجد في ملعب اللقاء، وبالتاكيد ايضا مارسيل كولر بيتابع المباريات عبر شاشه قناه النادي الاهلي، والنقل المباشر بقى لمباريات الاشبال وقطاع الناشئين الحقيقه في خدمه مميزه جدا جدا. كل الشكر طبعا لفريق العمل وللقائمين على قناه النادي الاهلي. تتلعب الكره اماميه، ابراهيم عبد الحكيم بيلعبها في وسط الملعب، طايمه وخطره، خطره مره ثانيه، منتهى الخطوره لصالح بتروجيت عن طريق اللاعب بقى نصر سعيد مع مصطفى الجمل، الاثنين دول بيشكلوا خطوره الحقيقه. وادي انطلاقه للاعب فارس رضا، يا ولد يا فارس، عدى حلو قوي، عدى فارس، ويا نهار ابيض، تصطدم بالقائم الايسر كده، منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، فارس رضا، فارس رضا عدى بشكل جيد جدا من ناحيه الشمال، ولعب الكرة بشكل ولا أجمل من كده الحقيقة. الراجل لعبها بشكل حلو قوي، والكرة الحلوة دايما لازم نقول عليها حلوة، واللاعب فارس رضا عدى بشكل رائع جدا، ولعب الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس مصطفى مخلوف، وتاني أخطر فرصة لنادي بتروجيت في مباراة اليوم. إنما الماتش حلو الحقيقة، وده اللي احنا يعني عايزينه، عايزين نتفرج بقى على كرة حلوة. وادي انطلاقة من ناحية اليمين، كرة ملعوبة كده من اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن، إنما الربط بقى والكيمياء في اللقطة الماضية ما عملتش معادله ناجحه يعني. تتلعب الكره مره ثانيه، اسلام عبد الله بيلعبها في الخلف عند الحارس مصطفى مخلوف، وكان ضاغط بقى اللاعب نصر سعيد. يعني لحد دلوقتي اللاعب نصر سعيد وفارس رضا ومصطفى الجمل عاملين اداء جيد من جانب لاعبي بتروجيت في مباراه اليوم. رمي التماس من ناحيه اليمين لصالح اللاعب احمد ابراهيم لنادي بتروجيت، بيلعبها على طول اماميه، واصله هناك بقى، وادي اسلام عبد الله، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي.
ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم، ومش عاجب اللاعب نصر سعيد، يعني مش عاجبه كده قرار حكم اللقاء والمساعد الاول عمر فتحي في مباراه اليوم. ركله مرمى للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. تتلاعب الكره مره ثانيه اسلام عبد الله، بيلعب الكره الاماميه اسلام، ولكن مردوده مره ثانيه الكره من لاعبي بتروجيت، وادي الانطلاقه من ناحيه اليمين والمحاوله، وادي بقى امامنا هنا اللاعب نصر سعيد، ولكن بقى يعني هنا التغطيه الدفاعيه من اللاعب اسلام عبد الله، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تمس. تلت ساعه من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف. وادي امامنا اللاعب مازن اسامه، واحد من اللاعبين اللي تم تصعيدهم للفريق الاول مع المدير الفني مارسيل كولر، اللي بيتابع كل صغيره وكبيره الحقيقه في قطاع الناشئين. وشفنا بقى الاجتماعات اللي دايما بتكون دوريه ما بين كابتن والاسطوره كابتن محمود الخطيب مع يعني مارسيل كولر، ومع الكابتن بدر رجب، ومع الكباتن وليد سليمان، وطبعا محمد شوقي، وقطاعات الناشئين بالنادي الاهلي، المسؤولين عن قطاعات الناشئين بالنادي الاهلي، علشان يكون في ربط دوري كده دايما واستفادة وخبرات متبادلة. ادي امامنا الكورة بقى الخطيرة جدا، وشوف الراجل حطها حلو، حطها حلو الحقيقة، وشوف اصطدمت بالقائم الايسر، حظ وحش بقى اللاعب فارس رضا في اللقطة الماضية، في انتظار الرد بقى من لاعبي النادي الاهلي على الهجمة اللي فاتت دي. توصل الكورة مرة تانية امامية عالية ومعدية واصلة ناحية اليمين مرة تانية، وادي الضغط من اللاعب طعيمة وكان عبد الجواد عبد الرحمن، وترجع الكورة هنا ناحية اليمين، وادي محمد اسامة بيحاول، ولكن الكرة تمر وفي فاول في ركلة حرة على اللاعب مصطفى محمود لاعب نادي بتروجيت لصالح النادي الاهلي من ناحيه اليمين في مباراه اليوم. واضح كده من الـ يعني ال 21 دقيقه اللي احنا شفناهم من بدايه احداث الشوط الاول، انه لاعبي نادي بتروجيت وخاصه في المناطق الخلفيه بيلعبوا بحماس شويه. شفنا التدخل اللي كان على اللاعب ميدو اسامه، وشفنا التدخل ايضا في اللقطه الماضيه اللي امام حضراتكم. وادي الركله الحره لصالح النادي الاهلي من ناحيه اليمين. هل بقى لاعبي بتروجيت ممكن يرتكبوا مخالفات داخل منطقه الجزاء او على حدود منطقه الجزاء تكون بتشكل خطوره للنادي الاهلي؟ ركله حره للاهلي من مكان مميز، وادي تتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء عن طريق اللاعب احمد اشرف، اللاعب الكره بشماله، ولكن دفاع بتروجيت بيخرجوها وتطلع الكره مره ثانيه وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين عن طريق اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن لامام حضره. عبد الجواد عبد الرحمن بيلعب الكره مره ثانيه في الخلف كده، استلام من مازن اسامه. ادي مازن بيلعب الكره في الخلف للحارس مصطفى مخلوف، مصطفى وبدايه تحضير كده الهجمه. ادي مصطفى مخلوف بيلعب الكره الاماميه، مصطفى مخلوف عاليه ومعديه كده واصله هناك ناحيه الشمال عند اللاعب احمد اشرف اللي بيطلع على طول سمير محمد او ده اسلام عبد الله، ولكن الكره تطول وتطلع وتبقى رميه تماس من ناحيه اليمين لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم، وتوصل الكره للاعب محمود يحيى اللي بيلعب الكره الاماميه. استلام امامنا من اللاعب فارس رضا، بيعدي لاعب مميز الحقيقه، اللاعب اللي معاه الكره ده لاعب مهاري وبيعرف يعدي بشكل حلو، وبيلعب الكره الاماميه فارس عاليه ومعديه واصله عند اللاعب مصطفى محمود، ولكن التغطيه الدفاعيه من عبد الجواد عبد الرحمن، وبمنتهى الذكاء كده بيخبط الكره في اللاعب بقى لنادي بتروجيت في مباراه اليوم اللي هو مصطفى محمود، وياخد منها رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. رميه تماس، وادي امامنا حارس المرمى للنادي الاهلي مصطفى مخلوف. هل بيعاني من اصابه الراجل؟ يعني شفناه كان بيعالج منذ دقائق كده، وادي امامنا هل بقى يقدر يكمل المباراه ولا لا؟ هنشوف مع حضراتكم حارس مرمى من الحراس المميزين مشاهدينا الاعزاء اللي امام حضراتكم، حارس المرمى مصطفى مخلوف في مباراه اليوم. وطبعا عندنا طارق حسن متواجد على مقاعد البدلاء للنادي الاهلي. كل الامنيات الطيبه للحارس مصطفى مخلوف ان هو يقوم سليم ويكمل المباراه مع فرقته مشاهدينا الاعزاء في مباراه اليوم. طبعا مباريات هذه الجوله الاولى في دوري الجمهوريه، المرحله النهائيه لتحديد صاحب اللقب. النادي الاهلي طبعا هو حامل لقب دوري الجمهوريه مواليد 2003، ويسعى لتكرار الفوز والحصول على اللقب للعام الثاني والموسم الثاني على التوالي. ادي امامنا حارس المرمى مصطفى مخلوف بيتلقى العلاج، وايضا لاعبي النادي الاهلي بيتكلموا كده مع مديرهم الفني كابتن احمد عبد الظاهر، وكان واضح في الكادر كده ايضا كابتن محمد شوقي.
الاهلي بيلتقي بتروجيت، هي المباراه اللي امام حضراتكم، المصري مع انبي، سيراميكا كليوباترا مع نادي بيراميدز، والزمالك مع الاتحاد السكندري، والمقاولون العرب مع فاركو. هذه بدلاء النادي الاهلي في مباراه اليوم، وطبعا حارس المرمى للنادي الاهلي طارق حسن اللي امام حضراتكم بيستعد للنزول في حال بقى ان مصطفى مخلوف ما يقدرش يكمل المباراه. حراس مرمى النادي الاهلي المميزين في قطاع الناشئين مشاهدينا الاعزاء في كل مكان. وادي بيتلقى بقى التعليمات اللاعب طارق حسن لاعب النادي الاهلي، ولكن مصطفى مخلوف قام اهو زي ما حضراتكم شايفين، وان شاء الله يكمل المباراه. نتمنى السلامه للكل، يعني هو حارس مرمى مميز وحارس مرمى رائع جدا، وايضا الحارس طارق حسن المتواجد على مقاعد البدلاء واحد من الحراس المميزين. رمي التماس من ناحيه اليمين بتتلعب على طول اماميه توصل لمحمد اسامه، وادي الكره ملعوبه هنا ناحيه اليمين للنادي الاهلي، ولكن التغطيه الدفاعيه مشاهدين الاعزاء من اللاعب زياد اشرف، وتصل الى محمد عادل خليفه حارس المرمى اللي اخذ الكره من خارج منطقه الجزاء الى داخل منطقه الجزاء علشان يقدر يمسكها زي ما حضراتكم شايفين كده، وبيلعب الكره الطوليه اماميه عاليه معديه واصله في اتجاه اللاعب ابراهيم عبد الحكيم، انما على طول فارس رضا بياخدها توصل مره ثانيه في الخلف عند اللاعب زياد اشرف، وادي كره تمر الى خارج او لسه في الملعب، لسه في الملعب، حاول عليها كده اللاعب محمد اسامه، ولكن هنشوف في صفاره من حكم اللقاء. وادي عبد الجواد عبد الرحمن لاعب النادي الاهلي واقع على ارض الملعب، سلامات لعبد الجواد عبد الرحمن، الكره يبدو انها اصطدمت براسه كده في اللقطه الماضيه، ان شاء الله يكون سليم ويكمل المباراه. قلنا لحضراتكم الاهلي في الجوله السابقه كان حقق الفوز على طلائع الجيش 3-0، والاتحاد كان حقق الفوز على السد باسوان 2-1، المصري على بلديه المحله 3-0، وغزل المحله مع طنطا اتعادلوا 2-2، وغزل المحله حقق الفوز بركلات الترجيح. تتلعب الكره مره ثانيه، كره كده ملعوبه للاعبي بتروجيت في مباراه اليوم. زياد اشرف، ادي زياد بيلعب الكره هناك وبيغير الملعب من الشمال لليمين، ولكن تطلع وتبقى رميه تماس امام بقى انظار المدير الفني كابتن حمام ابراهيم لنادي بتروجيت في مباراه اليوم وجهازهم الفني والاداري. رميه تماس من ناحيه الشمال، اسلام عبد الله بيلعب الكره في الخلف للاعب ابراهيم عبد الحكيم اللي بيلعب كره اماميه، وادي المحاوله عند اللاعب عبد الرحمن شريف في مباراه اليوم. شفنا طبعا كابتن احمد عبد الظاهر بيلعب النهارده بتشكيل هجومي مشاهدينا الاعزاء، عايز يحقق الفوز كده في الجوله الاولى علشان يحافظ على الصداره. وادي كره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي بتروجيت من ناحيه اليمين عن طريق اللاعب احمد ابراهيم. احمد ابراهيم هيلعب رميه التماس. في بعض الفترات من المباراه كده كنا بنشهد خطوره الحقيقه، شفنا الكره الحلوه بتاع اللاعب فارس رضا اللي كان مر بشكل جيد ولعبها واصطدمت بالقائم، وكان قبلها الكره اللي كان عاملها احمد اشرف من ناحيه الشمال، وكانت انطلاقه قويه من لاعبي النادي الاهلي وتحديدا اللاعب احمد اشرف اللي لعبها بعرض الملعب، ولكن كان مسكها الحارس محمد عادل خليفه. دول تقريبا اخطر فرصتين يعني في المباراه، مع الفرصه بتاعه اللاعب مصطفى الجمل اللي حاول يلعبها كده من فوق حارس المرمى مصطفى مخلوف ومرت الى خارج الملعب. ادي امامنا كابتن حمام ابراهيم والجهاز الفني والاداري لنادي بتروجيت في مباراه اليوم، ومتابعه وترقب لاحداث هذا اللقاء. ورمي التماس، رمي التماس بتتلعب على طول اماميه، توصل الكره مره ثانيه كده في وسط الملعب للاعبي النادي الاهلي ابراهيم عبد الحكيم لميدو نبيل، واحد من اللعيبه المميزين الحقيقه ميدو، انما الكره يعني عدت منه في اللقطه الماضيه. عندك ميدو نبيل وعندك ميدو اسامه، الاثنين دول بيعرفوا يلعبوا اسيستات بشكل جيد جدا، لعيبه كده عندها خيال وتقدر توديك يعني انت والجول. هنشوف بقى النهارده المساعدات من اللعيبه بقى اللي هو ميدو اسامه وميدو نبيل لعبد الرحمن شريف وسمير محمد في مباراه اليوم. ادي اصابه للاعب من لاعبي نادي بتروجيت في مباراه اليوم، وحكم اللقاء كابتن محمود منصور رايح علشان يطمن على لاعبي بتروجيت. مهمه الحكم الاولى هي سلامه اللاعبين مشاهدينا الاعزاء. وادي على طول الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي ومناقشات ومداولات من اجل يعني فك اللوغاريتم الخاص واكتشاف الباسورد لدفاع وحارس مرمى نادي بتروجيت في مباراه اليوم. هنشوف الرؤيه الفنيه خارج الخطوط ما بين الكابتن احمد عبد الظاهر وما بين الكابتن حمام ابراهيم الحقيقه عن ماذا ستسفر. ادي الانطلاقه
وتتلعب الكرة مرة تانية وتوصل في وسط الملعب. دايما كنا بنقول كده من خلال تعليقنا ان المدير الفني هو اللي بيذاكر واللعيبة هي اللي بتؤدي الامتحان بداله. يعني المدير الفني بيدرس الفريق التاني والامور دي كلها، وبعدين يدي الخطة للاعبين ويحفظهم المراكز والادوار داخل ارض الملعب، والموضوع بقى بيتوقف على مدى يعني التوفيق وان اللعيبه تكون في يومها وتقدر ان هي تنفذ بقى تعليمات المدير الفني. علشان كده دايما بنقول ان المدير الفني هو اللي بيذاكر، ولكن اللعيبه هي اللي بتخوض الامتحان بداله داخل ارض الملعب. يعني ادي ركله مرمى في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء للحارس بقى المميز محمد عادل خليفه، حارس مرمى نادي بتروجيت في مباراه اليوم. تتلعب الكره اماميه عاليه وتصل كده ناحيه اليمين، وادي الانطلاقه عن طريق اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن، وادي كره حلوه وخطره جدا للاعب بقى المهاري بتاعهم. ادي الانطلاقه الحلوه، فارس رضا عرضيه منتهى الخطوره ولسه، وادي بقى المرور مش ممكن بقى محمد مصطفى الجمل. مصطفى الجمل بيضيع فرصه في منتهى الخطوره لصالح نادي بتروجيت من يعني ناحيه الشمال. ادي بقى فارس رضا، شوف فارس رضا عامل يعني جبهه يسرى هجوميه رائعه جدا. لازم بقى الكابتن احمد عبد الظاهر يتدخل ويحاول يوقف يعني بقى اللاعب فارس رضا في هذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء ادي بقى كره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للحارس مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي. انما فارس رضا عدى بشكل جيد جدا من ناحيه الشمال وعامل خطوره، اللاعب ده الحقيقه عامل خطوره كبيره على دفاعات النادي الاهلي في مباراه اليوم. مشاهدينا ترجع الكره مره ثانيه، ادي الانطلاقه للاعب فارس رضا انما توصل في وسط الملعب للاعب محمد كالوشه. تتلعب الكره لاحمد اشرف ناحيه الشمال، احمد اشرف بيعدي وماشي وتصل الكره للاعب مصطفى او محمد كالوشه، بيلعبها علي عبد الجواد عبد الرحمن، وادي الانطلاقه توصل ناحيه الشمال لصالح نادي بتروجيت عن طريق اللاعب احمد ابراهيم. في وسط الملعب مره ثانيه محمود يحيى، ادي نقلات من جانب لاعبي بتروجيت بيطلعوا بالكره كده من الخلف الامام، وادي الكره الطوليه دايما بيبحثوا كده عن بقى لاعبي الهجوم، وادي الانطلاقه حلوه يوسف فايز. ادي يوسف فايز واحد من اللعيبه الحقيقه اللي لعبوا مع بتروجيت الفريق الاول، وادي كره خطره 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 داخل منطقه الجزاء، ولكن برافو يا ابراهيم عبد الحكيم اخذ الكره بقى من اللاعب نصر سعيد اللي كان واخد الكره ورايح يعني عامل شبه انفراد كده مع الحارس مصطفى مخلوف. خطوره كبيره جدا لنادي بتروجيت في الدقائق الاخيره مشاهدينا زي ما حضراتكم شايفين. ترجع الكره مره ثانيه اماميه ملعوبه عاليه، ادي الكرات الطوليه الملعوبه، وادي عبد الجواد عبد الرحمن، ويعني بقى هنا امامنا اللقطه والمحاوله ومصطفى مخلوف وركله جزاء. ركله جزاء في هذه اللحظات لصالح بتروجيت، ويوسف فايز يحصل على ركله جزاء وخطا للمره الثانيه بقى من المدافع ابراهيم عبد الحكيم، وعدم بقى يعني تعاون في اللقطه الماضيه ما بينه وما بين مصطفى مخلوف وركله جزاء لنادي بتروجيت وانذار. ادي اللقطه وادي المره الثانيه الراجل يعني هنا ابراهيم يعني هنا عبد الجواد عبد الرحمن، عبد الجواد عبد الرحمن لتاني مره ونفس الكوره، وادي امامنا مصطفى مخلوف ويعني ركله جزاء. ركله جزاء لنادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء. نلعب في الدقيقه 32 من عمر واحداث الشوط الاول من هذه المباراه مشاهدينا، وركله جزاء للنادي بتروجيت وانذار ايضا لحارس المرمى مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي من قبل حكم اللقاء كابتن محمود منصور. فارس رضا واحد من نجوم اللقاء من جانب لاعبي بتروجيت هو اللي على التنفيذ في هذه اللحظات، ومباراه بقى ما بينه وما بين مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي اللي كان يعني عرقل بقى اللاعب يوسف فايز وارتكب المخالفه في اللقطه الماضيه، وركله جزاء لصالح نادي بتروجيت. ركله جزاء لصالح نادي بتروجيت، ولكن يعني قلنا وحذرنا اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن ان هو ما يسيبش الكره الطب كده ولعبها، وما كانش في تفاهم ما بينه وما بين مصطفى مخلوف في اللقطه الماضيه. المرة دي بقى مصطفى الجمل هو اللي داخل، مصطفى الجمل وكان هيجيبها والله الحارس مصطفى مخلوف، ولكن على يمينه وبتروجيت يتقدم بالهدف الأول في هذه اللحظات مشاهدينا عن طريق اللاعب مصطفى الجمل اللي بيسجل الهدف الأول من ركلة جزاء. مصطفى الجمل بيسجل الهدف الأول من ركلة جزاء، كان واقف على الكرة اللاعب فارس رضا ولكن تركها للاعب مصطفى الجمل اللي سددها وحاول عليها الحقيقة اللاعب مصطفى مخلوف حارس مرمى نادي الأهلي، ولكن الكرة تمر إلى داخل الشباك علشان يتقدم بتروجيت بالهدف الأول في مباراة اليوم. 1-0 لنادي بتروجيت على النادي الأهلي في مباراة اليوم. نلعب في الدقيقة يعني دخلنا خلاص في الدقيقة 34 من عمر وأحداث الشوط الأول، وهدف أول لنادي بتروجيت من ركلة جزاء سجله اللاعب مصطفى الجمل. ترجع الكرة مرة تانية، هنشوف بقى رد الفعل من لاعبي النادي الأهلي والكابتن بقى أحمد عبد الظاهر
وادي الانطلاقه لميدو، ميدو بيلعب الكره الاماميه والمحاوله لعبد الرحمن توصل لسمير محمد الهداف، الهداف بيفتح الملعب هناك ناحيه شمال عند احمد اشرف اللي بيلعب كره عرضيه، وادي بقى فرصه خطره جدا، وادي عبد الجواد عبد الرحمن كان عايز يعوض الخطا بقى ويلعب الكره براسيه كده، ولكن حارس المرمى محمد عادل خليفه، ادي اللعبه العرضيه، وادي عبد الجواد عبد الرحمن لعبها حلوه الحقيقه، ولكن حارس المرمى اللي هو محمد عادل خليفه بيتصدى بشكل جيد في اللقطه الماضيه وياخد الكره من الخطير الحقيقه من اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن اللي كان قريب جدا من ان هو يسجل هدف التعادل للنادي الاهلي. احمد اشرف وانطلاقه من ناحيه شمال لاعب مهاري وبيلعب كره عرضيه مره ثانيه لسمير محمد صاحب التسع اهداف، بيلعب الكره براسيه كده ولكن تصل الى محمد عادل خليفه، وادي امام حضراتكم بقى الخطوره اللي بيشكلها لاعبي النادي الاهلي وكلها جايه من الجانب الايسر الحقيقه للاعب المتالق اللي هو احمد اشرف اللي لعب الكره العرضيه بشكل رائع ونموذجي. شفنا اللقطه الاولى للاعب عبد الجواد عبد الرحمن وحارس المرمى تصدى ليها، واللقطه الثانيه بتاعه اللاعب سمير محمد ايضا حارس المرمى محمد عادل خليفه وجد الكره امامه. يعني توصل الكره مره ثانيه، وادي النادي الاهلي بداوا يضغطوا بداوا يبحثوا عن هدف التعادل في مباراه اليوم، وادي فارس رضا، فارس رضا بيحاول يعدي من ناحيه الشمال ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رامي التماس. عبد الجواد عبد الرحمن بيلعبها لطايمه، طايمه في وسط الملعب بيغير الملعب هناك ناحيه الشمال عند مفتاح اللعب في مباراه اليوم احمد اشرف اللي بيعيد الكره في الخلف عند اللاعب مازن اسلام عبد الله للنادي الاهلي. اسلام عبد الله ادي اسلام بيلعب الكرة الأمامية إسلام علي على حدود منطقة الجزاء كده عند اللاعب سمير محمد، إنما تصل الكرة للاعبي بتروجيت عن طريق اللاعب أحمد إبراهيم، بيلعب الكرة الأمامية لمحمد كالوشا، وأدي إسلام عبد الله، إسلام عبد الله بيلعب الكرة برأسية كده إلى حارس المرمى مصطفى مخلوف اللي بيلعبها في وسط الملعب، واستلام وانطلاقة من لاعبي النادي الأهلي عن طريق اللاعب مازن أسامة لأحمد أشرف، أحمد أشرف بيحاول يعدي أحمد أشرف وبيلعب الكرة لميدو نبيل، ميدو نبيل لطايمة، أحمد طايمة في وسط الملعب، أحمد طايمة بيفتح الملعب هنا ناحيه اليمين، وعبد الجواد عبد الرحمن اللي بيعيد الكره في الخلف مره ثانيه لابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم بيلعب الكره لاسلام، لاعبي الاهلي بيدوروا الكره كده علشان يفتحوا ثغره في دفاعات نادي بتروجيت، وادي انطلاقه اماميه في اتجاه اللاعب سمير توصل لاحمد اشرف اللي بيرد الكره في اتجاه سمير مره ثانيه، وادي بقى يعني ربكه دفاعيه كده من لاعبي بتروجيت وعلى طول بيخرجوا الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. سمير محمد امام حضراتكم تسع اهداف في دوري هذا الموسم، ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال في احداث هذا اللقاء، ادي رميه التماس للنادي الاهلي مازن اسامه ورمي التماس بيلعبها مره ثانيه لمحمد، وادي مازن بياخد فاول، وادي انذار، فاول وانذار، فاول لنادي الاهلي وانذار كده للاعب نادي بتروجيت في مباراه اليوم مصطفى محمود، وركله حره للنادي الاهلي من ناحيه الشمال من يعني مكان كوره ممكن تتلعب بعرض الملعب داخل منطقه الجزاء كده، ونشوف بقى هنا عبد الرحمن شريف وسمير محمد اللعيبه اللي بتجيد العاب الهواء يقدروا يتعاملوا مع الكوره ويقتربوا بقى للنادي الاهلي من تسجيل هدف التعادل في مباراه اليوم. 37 دقيقه من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، والنتيجه اصبحت تقدم نادي بتروجيت بهدف مقابل لا شيء من ركله الجزاء سجله اللاعب مصطفى الجمل، وركله حره من ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي، الركله الحره للنادي الاهلي اللي بيبحث عن هدف التعادل في مباراه اليوم، والكرات بقى اللي كنا بنشوفها طبعا والانطلاقات اللي كانت من اللاعب احمد اشرف ناحيه الشمال والكرات العرضيه والكره بتاعت عبد الجواد عبد الرحمن وقبلها كانت سمير محمد، وادي مره ثانيه كره ملعوبه انما يعني ما مشيتش بالشكل الامثل، وادي تصويبه والى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى من اللاعب ميدو نبيل، ركله مرمى لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم. الركلات الحرة والفاولات اللي زي الكرة اللي فاتت دي لابد من استغلالها بالشكل الأمثل، يعني كانت محتاجة تكون أعلى من كده شوية في التنفيذ علشان توصل على رأس بقى أحد لاعبي النادي الأهلي داخل منطقة الجزاء يقدر يسجل بيها أو يشكل خطورة على مرمى بتروجيت في مباراة اليوم، وحارس مرماهم محمد عادل خليفة اللي كان تصدى لكرة في منتهى الخطورة من اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن من عرضية أحمد أشرف زي ما قلنا لحضراتكم. تتلعب الكرة مرة تانية في وسط الملعب للنادي الأهلي، نقلات وكرات رايحة وجاية كده من لاعبي النادي الأهلي توصل هنا بقى عبد الرحمن شريف بيلعب الكرة الأمامية، ومحاولة في اتجاه اللاعب أحمد أشرف هناك ناحية الشمال، بيلعب الكرة لأحمد طعيمة في وسط الملعب، طعيمة بيلعب لميدو نبيل، أدي ميدو نبيل بيفتح الملعب هنا ناحية اليمين عند اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن اللي بيدخل قلب الملعب وبيلعب الكرة مرة تانية لطعيمة، طعيمة بيلعب كرة بينية حلوة، وأدي محمد أسامة بيلعبها لعبد الرحمن شريف اللي عايز يلعب الكرة الأمامية هناك ناحية الشمال ويطلع كده اللاعب احمد اشرف، انما قروها وجابوها لاعبي بتروجيت
وادي كرة اسلام بيلعبها في اتجاه ابراهيم اللي بيلعبها بدوره الى حارس المرمى مصطفى مخلوف اللي بيلعب الكره سريعا الى اللاعب ميدو نبيل. ميدو نبيل عنده 6 اهداف اللاعب اللي امام حضراتكم ده، كان سجلهم في المقاولون وزد والقناه والاسماعيلي وطنطا. تتلعب الكره في الخلف مره ثانيه لاسلام عبد الله اللي كان سجل هاتريك ايضا في مباراه بيراميدز اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بخماسيه نظيفه الحقيقه. ترجع الكره ميدو نبيل، ابراهيم عبد الحكيم في وسط الملعب، احمد طايمه بيلعب الكره الاماميه، احمد طايمه بيغير الملعب كده ناحيه اليمين ومحاوله عند اللاعب عبد الجواد اللي احيا الهجمه وجابها بشكل جيد. وادي كره عرضيه انما يعني حكم اللقاء بناء على اشارته كده بيقول الكره عدت خط المرمى وبقت ركله مرمى. وشفنا اللاعب سمير محمد اللي لعب الكره الراسيه ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح نادي بتروجيت ومحمد عادل حارس المرمى. محمد عادل حارس مرمى نادي بتروجيت في مباراه اليوم بيلعب الكره الاماميه العاليه معديه كده واصله في الخلف مره ثانيه للاعب ابراهيم عبد الحكيم بيلعبها في اتجاه اللاعب ميدو نبيل وحكم اللقاء اشار باستكمال اللعب. ترجع الكره لمحمد اسامه وتصل ناحيه الشمال للاعب يوسف فايز، يوسف فايز بيلعبها في اتجاه نصر سعيد انما اتقطعت ورجعت للنادي الاهلي. ادي النادي الاهلي وبدايه الهجمه تتلعب الكره اماميه، سمير محمد استلم الكره من ميدو نبيل لعبها لاحمد طايمه، احمد طايمه لعب الكره هناك ناحيه الشمال عند مازن اسامه، مازن اسامه لميدو نبيل في وسط الملعب. ادي ميدو نبيل، ميدو بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال لاحمد اشرف، ادي احمد اشرف بيلعب الكره في الوسط لطايمه، طايمه بيلمس الكره في اتجاه ميدو نبيل اللي بيفتح الملعب وغيروا الملعب من الشمال لليمين كده بتمريرات الحقيقه لاعبي النادي الاهلي. توصل من عبد الجواد لميدو اللي بيلعبها لاسلام عبد الله، اسلام عبد الله بيفتح الملعب لاحمد اشرف اللي بيحاول يستلم ويلف بالكره كده انما ضغطوا عليه لاعبي بتروجيت ورجع وجابها لاعبي النادي الاهلي مره ثانيه عن طريق اسلام. اسلام بيلعب الكره لمصطفى مخلوف في الخلف، مصطفى مخلوف بيلعب الكره الاماميه لطايمه، طايمه بيلعب من لمسه واحده كده في اتجاه اللاعب ابراهيم عبد الحكيم اللي سجل في مرمى انبي والمنصوره والزمالك. وطبعا واحد من اللعيبه المقيدين افريقيا زي ما قلنا لحضراتكم. ادي انطلاقه لمازن بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال والمحاولة في هذه اللحظات وحكم اللقاء بيدي فاول لصالح نادي بتروجيت من ناحية اليمين للاعب أحمد إبراهيم اللي واقع على أرض الملعب. تأكيد بقى هيحاول يضيع بعض الثواني وبعض الوقت. وصلنا للدقيقة 41 من عمره وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء، وكما تشاهدون أعزائي المشاهدين النتيجة في أعلى يسار الشاشة هي تقدم نادي بتروجيت بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب مصطفى الجمل من ركلة جزاء لعبها على يمين حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى مخلوف. لا زال واقع على ارض الملعب طبعا لاعب نادي بتروجيت في مباراه اليوم. قلنا لحضراتكم ان النادي الاهلي هو اقوى هجوم، ادي الاعاده وركله الجزاء والكوره اللي لعبها الحقيقه اللاعب مصطفى الجمل داخل الشباك وكان حاول عليها حارس المرمى مصطفى مخلوف والنتيجه مستمره بهذا الهدف مقابل هدف مقابل لا شيء حتى الان. امامنا الكابتن خالد بيبو وميشيل يانكون وطبعا كابتن وليد سليمان وكابتن بدر رجب والحضور اللي متواجدين في ملعب المباراة في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا في كل مكان ومتابعة بقى لقطاع الناشئين في النادي الأهلي. وطبعا هنشوف بقى هنا أيضا متواجد كارلوس برينجر مطور الأداء اللي متواجد في ملعب المباراة وبيتابع اللاعبين. تتلعب الكرة مرة تانية وتصل في الخلف عند اللاعب إبراهيم عبد الحكيم، إبراهيم بيفتح الملعب هناك ناحية الشمال عند اسلام عبد الله. بالتاكيد هيكون في كلام كتير جدا ما بين شوطي هذا اللقاء من كابتن احمد عبد الظاهر لابنائه بقى اللاعبين. وادي كره تتلعب وفاول للنادي الاهلي من ناحيه الشمال في احداث هذا اللقاء. ركله حره للنادي الاهلي الباحث مشاهدين الاعزاء عن هدف التعادل. ادي اسلام عبد الله، اسلام عبد الله بيلعب الكره، اسلام عبد الله عاليه ومعديه ولمسه كده اماميه من اللاعب سمير محمد انما على طول مقطوعه من دفاعات نادي بتروجيت عن طريق اللاعب زياد اشرف وتوصل الكره هنا ناحيه الشمال عند اللاعب احمد ابراهيم ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رامي التماس للنادي الاهلي. ابراهيم عبد الحكيم وادي على طول حكم اللقاء امامنا محمود منصور حكم هذا اللقاء اللي كان احتسب ركله جزاء لنادي بتروجيت على حارس المرمى مصطفى مخلوف. امام حضراتكم حكم المباراه ورمي التماس من ناحيه اليمين عبد الجواد عبد الرحمن، عبد الجواد عبد الرحمن هيلعب رمي التماس من ناحيه اليمين بيلعبها عبد الجواد. خلي بالك عبد الجواد لعيب من اللعيبه المميزين يعني، فالاخطاء وارده في عالم كره القدم بالتاكيد واللاعب المميز بقى واللاعب اللي هو عنده الخبره والموهبه بيستفيد من اخطائه ويقدر يطور من ادائه وهو لاعب من اللعيبه الجيدين جدا لاعب عبد الجواد عبد الرحمن الحقيقه يعني. ادي كره تتلعب على طول
وتوصل في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف. عبد الرحمن شريف بيلعب كرة بينية حلوة وانطلاقة كده من ناحية شمال عند اللاعب محمد أسامة، وتمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تمس. طبعا غيابات للإيقاف، واحد من اللعيبة المميزين جدا اللي هو مصطفى بالخير اللي كان شارك في مباراة حتى الودية في معسكر الإمارات، وأيضا كان لعب في جزء كده كان أخذ جزء في مباراة سموحة، واحد من اللعيبة المميزين جدا مصطفى بالخير اللي متواجد مع النادي الأهلي مواليد 2003، ولكن يغيب للإيقاف في مباراة اليوم. إسلام عبد الله تتلعب الكرة مرة تانية في وسط الملعب كده، اتقطعت وصلت الكرة مرة أخرى في اتجاه اللاعب محمود يحيى، وهناك ناحية الشمال للنادي الأهلي عن طريق اللاعب مازن أسامة. مازن بيلعب الكرة الأمامية العالية، وادي المحاولة بقى في اتجاه اللاعب أحمد أشرف، المهارات بتاعت أحمد أشرف وبيسند عايز يلعب الكرة في الخلف كده، إنما تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تمس. ده كان سمير محمد هو اللي لعبها في اتجاه أحمد أشرف اللقطة اللي فاتت دي، إنما الكرة طلعت وبقت رمية تمس للنادي بتروجيت، تلعب على طول أمامية، وادي كرة في وسط الملعب مرة تانية للاعبي النادي الأهلي. إسلام عبد الله اتقطعت ورجعت مرة تانية لبتروجيت، ولكن تصل إلى بقى أمامنا اللاعب إبراهيم عبد الحكيم لاعبي النادي الاهلي بقى اللي لازم يركزوا شويه في يعني انهاء الهجمات، وايضا لما بيفقدوا الكوره، وايضا لما لاعبي بتروجيت بيمسكوا الكوره كده زي ما حضراتكم شايفين، هناك بعض الاخطاء اللي بالتاكيد هيسعى لتعديلها في الشوط الثاني كابتن احمد عبد الظاهر. ادي كره بتتلعب على طول توصل لاسلام عبد الله، اسلام عبد الله بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال، ومازن اسامه بيلعب الكره الاماميه عند اللاعب عبد الرحمن شريف، انما اتقطعت من عبد الرحمن وترجع الكره مره ثانيه للاعبي بتروجيت، ثم يعيد الكره لاعبي النادي الاهلي عن طريق بقى اللاعب اسلام عبد الله، يعيد الكره لاعبي الاهلي لمناطق الخطوره كده على دفاعات نادي بتروجيت. وادي كره تتلعب اماميه وتوصل لطعيمه، وحكم اللقاء مدي، هنشوف هل رميه تماس ولا فاول للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. رميه تماس للاهلي من ناحيه شمال اسلام عبد الله، اللي دايما اسلام بيلعب الكرات طويله كده يعني داخل منطقه الجزاء. رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه شمال اسلام عبد الله في الدقيقه يعني الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول من هذا اللقاء. ترجع الكره مره ثانيه على حدود منطقه الجزاء، انما بيطلع دفاع نادي بتروجيت، وادي المحاوله في هذه اللحظات. ابراهيم عبد الحكيم النمط قطعت منه الكره ورجع وجابها ابراهيم، والى خارج الملعب ورميه تماس مره ثانيه لصالح بتروجيت في مباراه اليو. اللاعب يوسف فايز اللاعب اللي بينشط مع الدرجه الاولى نادي بتروجيت، اللي هو صاحب القميص رقم 10 ده اللي كان مشترك مع اللاعب ابراهيم عبد الحكيم اللي خرج الكره الى خارج الملعب. ادي واحد من النجوم بتوع الشوط الاول فارس رضا، عدى فارس رضا انما ضغطوا عليه لاعبي الاهلي وجابوها عن طريق اللاعب طعيمه، وادي طعيمه توصل الكره لاحمد اشرف في وسط الملعب، بيلعب الكره على طول لابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم بيلعبها لاسلام عبد الله، اسلام بيفتح الملعب هناك ناحيه شمال عند مازن اسامه، مازن اسامه وادي الضغط اللي عامله لاعبي بتروجيت من التلت الامامي كده اللي هو التلت الدفاعي للنادي الاهلي. تتلعب الكره واحده والثانيه وتوصل في وسط الملعب لطايمه، ادي الكره الاماميه الملعوبه لعبد الرحمن شريف اللي بيلمس في اتجاه اللاعب سمير محمد، انما خارج حارس المرمى محمد عادل خليفه وبيمسك كورته. محمد عادل خليفه بيفتح الملعب مره ثانيه ناحيه الشمال عند اللاعب محمد فرج اللي بيتقدم للامام وماشي، لاعب نادي بتروجيت في مباراه اليوم بيعدي وماشي الراجل وبيلعب كره كده في وسط الملعب مره تانية نقلات من جانب لاعبي بتروجيت، وادي الانطلاقه في اتجاه اللاعب يوسف فايز، وحكم اللقاء بيدي الفاول للاعب مصطفى محمود لاعب نادي بتروجيت اللي واقع على ارض الملعب. ركله حره لصالح نادي بتروجيت من ناحيه الشمال، او ده كان اللاعب فارس رضا اللي امام حضراتكم، فارس رضا، وركله حره لصالح نادي بتروجيت في احداث بقى الوقت المحتسب بدلا من الضائع. بنلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. هنشوف حكم اللقاء ادى وقت ضايع قد إيه، محمود منصور حكم مباراة اليوم. تتلعب الكرة أمامية وتوصل الكرة مرة ثانية وتصل ناحية الشمال عند اللاعب اللي أمام حضراتكم فارس رضا، أدي فارس رضا لسه الكرة مع فارس بيفتح الملعب من ناحية الشمال، وأدي كرة عرضية منتهى الخطورة، منتهى الخطورة، منتهى الخطورة، اتلعبت من اللاعب مصطفى محمود وفارس رضا وعرضية عند اللاعب نصر سعيد تمر الى يعني بعيدا عن منطقه الخطوره ويستعيدها لاعبي النادي الاهلي، انما في مشكله في الجبهه اليسرى الدفاعيه للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي كره تتلعب على طول مره ثانيه خطره جدا، حارس المرمى خارج مرماه، وادي ميدو نبيل بيستلم يا ولد العيب، بيعدي وبيلعب الكره مره ثانيه لمحمد اسامه، محمد اسامه خطره للنادي الاهلي، ادي المحاولات والكره تتلعب على طول ناحيه شمال من طائمه لاحمد اشرف اللي بيستعد لعمل كره عرضيه خطيره وياخد منها ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. اذا صحوه اهلاويه في الدقائق الاخيره من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، وركله ركنيه اهلاويه من ناحيه الشمال.
هل ياتي الفرج بقى مع الركله الركنيه؟ هنشوف مع حضراتكم. وادي على طول بقى هنا اللاعب ميدو اسامه اللي كان سجل هدفين في دوري هذا الموسم، هدف في مرمى الجونه وهدف في مرمى فاركو على التنفيذ في هذه اللحظات، وهيلعب الركله الركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. ركله ركنيه، مازن اسامه بيلعب الكره العرضيه، ولكن حارس المرمى محمد عادل خليفه بيطلع الكره بقبضه اليد كده، ولسه الخطوره مستمره، وبيرجع ويجيبها لاعبي بتروجيت، وادي انطلاقه من ناحيه الشمال. انطلاقه لبتروجيت، تلعب للاعب محمد كالوشه، محمد كالوشه في وسط الملعب، نقلات انما يرجع ويجيبها مره ثانيه كالوشه وبيلعبها ناحيه الشمال، نقلات للاعب مصطفى الجمل اللي سجل هدف المباراه الوحيد من ركله جزاء، انما يرجع ويجيبها لاعبي النادي الاهلي مره ثانيه عن طريق اللاعب ابراهيم عبد الحكيم. وفي هذه اللحظات مشاهدينا محمود منصور حكم اللقاء ينهي الشوط الاول ما بين الاهلي وبتروجيت في مستهل الجوله الاولى لدوري الجمهوريه مواليد 2003، المرحله النهائيه بتقدم بتروجيت بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب مصطفى الجمل من ركله جزاء. شكرا من جديد للكابتن الكبير كابتن أسامة حسني والنجوم المتألقين كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي في كل مكان، عودة من جديد وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي 2003 مع بتروجيت في مستهل وافتتاحية الجولة الأولى للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية. ان شاء الله يكون شوط اول للنسيان ولاعبي النادي الاهلي يتالقوا كما هي عادتهم ويقدروا ان هم يعودوا في اللقاء، لانه زي ما تابعنا في الشوط الاول بتروجيت هو المتقدم بهدف مقابل لا شيء من ركله جزاء سجلها اللاعب مصطفى الجمل. ان شاء الله يكون الشوط الثاني اجمل وافضل من احداث الشوط الاول اللي شفنا فيه لعب بتوازن، ويعني خطوره شكلت عن طريق اللاعب فارس رضا لاعب نادي بتروجيت من الجانب الايسر لملعب المباراه، والهدف اللي كان سجله لاعبي بتروجيت من ركله جزاء بعد خطا بقى من اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن مع مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي اللي ما كانش بينهم تفاهم، والراجل اللي هو يوسف فايز اخذ الكوره وكان رايح وفي المواجهه مع الحارس مصطفى مخلوف اللي عرقله، وحكم اللقاء محمود منصور كان احتسب ركله جزاء سجل منها بتروجيت الهدف اللي مستمره به النتيجه حتى الان. ان شاء الله الشوط الثاني يكون شوط افضل وشوط اجمل. بالتاكيد كان في كلام كتير جدا من الكابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الاهلي لابنائه ولاعبيه من اجل بقى استعاده يعني كرتهم الحلوه وتركيزهم من جديد، وباذن الله يقدروا ان هم يعودوا من جديد ل التعادل في المباراة ومن ثم البحث عن الانتصار وعن المكسب. قلنا لحضراتكم الأهلي هو بيتصدر جدول الترتيب ب 42 نقطة، وشيء جيد وشيء جميل، وهو الأكثر فوزا بتحقيقه 13 فوز مشاهدين الأعزاء، وهو أقوى هجوم أيضا في المرحلة الأولى ب 40 هدف، والأقوى دفاع وتلقى شباكه 17 هدف فقط. فالنادي الأهلي عامل نتائج مميزة في هذا الموسم، ولكن الشوط الأول في مباراة بتروجيت استطاع أن هو يسجل هدف زي ما قلنا من خطأ دفاعي من لاعبي النادي الأهلي، ولاعبي النادي الأهلي يعني كان في بعض الهجمات كده اللي بيشكلوها وبتشكل خطورة عن طريق بقى اللاعب اللي هو طبعا أحمد أشرف اللي كان انطلق في أكتر من تمريرة كده من ناحية الشمال، وكان لاعب كرة عرضية كانت في منتهى الخطوره اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن لعبها براسه، ومحمد عادل خليفه حارس مرمى نادي بتروجيت قدر ان هو يتصدى للكره. مشاهدينا سريعا كده نذكر حضراتكم بتشكيل فريقين للاهلي، مصطفى مخلوف، ابراهيم عبد الحكيم، اسلام عبد الله، عبد الجواد عبد الرحمن، مازن اسامه، احمد طعيمه، ميدو نبيل، احمد اشرف، ميدو اسامه، عبد الرحمن شريف، سمير محمد. بتروجيت محمد عادل خليفة، زياد أشرف، محمد فرج، أحمد إبراهيم، مصطفى محمود، محمود يحيى، محمد كالوشة، مصطفى الجمل، فارس رضا، يوسف فايز، نصر سعيد. قيادة تحكيمية الحكم اللي أمام حضراتكم محمود منصور بيعاونه عمر فتحي كمساعد أول ومحمد القاضي كمساعد تاني لمباراة اليوم. الشوط التاني والتعليمات اللي اداها بقى الكابتن احمد عبد الظاهر هنشوف ترجمه الكلام ده حرفيا داخل ارض الملعب. 45 دقيقه الاهلي يبحث فيهم عن التعادل ومن ثم الانتصار في يعني مستهل وافتتاحيه الجوله الاولى من المرحله النهائيه لدوري الجمهوريه، وزي ما قلنا وكلنا عارفين ومتابعين ان النادي الاهلي هو حامل لقب دوري الجمهوريه مواليد 2003 في الموسم الماضي، حقق البطوله ويسعى لتحقيقها هذا الموسم ايضا، وقبل هذا اللقاء زي ما قلنا لحضراتكم الاهلي في المركز الاول برصيد 42 نقطه. هي لحظات وحكم المباراه اللي امام حضراتكم كابتن محمود منصور بيدي الصفاره على ايدنا اليمين بقى لاعبي النادي الاهلي، وبسم الله وعلى بركه الله بدانا مع حضراتكم احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، وطبعا الصوره كانت على
ميشيل يانكون وكارلوس برينجر مطور الاداء للنادي الاهلي اللي بيتابع اللاعبين وهو المتخصص بمتابعه بقى الناشئين وكتابه تقرير عنهم لرفعه لمارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول للنادي الاهلي. رامي التماس من ناحيه اليمين لصالح نادي بتروجيت، هنشوف بقى رده الفعل للاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني من هذا اللقاء. اسلام عبد الله بيلعب الكره في وسط الملعب وادي الاستلام امام حضراتكم، والمحاوله في هذه اللحظات من لاعبي النادي الاهلي وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رامي التماس عن طريق اللاعب مازن اسامه. مازن اسامه ورامي التماس بيلعب الكره في الخلف مره ثانيه، اسلام اللي بيلعب الكره الاماميه عند احمد اشرف، انما احمد اشرف كره كده يعني غريبه شويه والى خارج الملعب وطلعت وبقت رامي التماس. في بعض الاحيان ادي امامنا طبعا التواجد لبرينجر ويعني طبعا ميشيل يانكون وايضا الكابتن الكبير كابتن بدر رجب ابو الاشبال اللي بيتابع احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه للاعبي نادي بتروجيت عن طريق اللاعب زياد اشرف اللي بيلعب الكره الاماميه ومعديه واصله هنا ناحيه اليمين عند اللاعب مصطفى الجمل، انما تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء او التسلل يعني في رايه وصفار. ترجع الكره مره ثانيه اسلام عبد الله الى حارس المرمى مصطفى مخلوف، مصطفى مخلوف بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين وهنشوف بقى الشوط الثاني والبدايه من لاعبي النادي الاهلي. عبد الجواد عبد الرحمن بيلعب الكره الاماميه العاليه ولكن ترجع الكره مره ثانيه من لاعبي نادي بتروجيت في مباراه اليوم. هنشوف بقى هل يكون في استعانه بالبدلاء من قبل بقى الكابتن احمد عبد الظاهر بدلاء الاهلي النهارده، طارق حسن، سعد محمد، يوسف عاطف، عبد الله مصطفى، محمود حمدي، محمد وائل، علي نادر، يوسف اسلام، سيف ايمن، يعني في اكتر من لاعب مميز. ممكن بقى الكابتن احمد عبد الظاهر يجد الحلول من الدكه بقى. ادي كره تتلعب على طول اماميه وتوصل ناحيه اليمين، ادي الانطلاقه للاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم، ادي المحاوله وادي الكره الملعوبه الاماميه وفي اتجاه بقى هنا امامنا اللاعب سمير محمد، انما تصل الى حارس المرمى. علي نادر بينزل، علي نادر اللي امام حضراتكم واضح كده ان هو شارك بقى من بدايه الشوط الثاني، هنشوف مكان مين علي نادر لاعب النادي الاهلي. واولى التبديلات بقى والاختيارات للكابتن احمد عبد الظاهر. علي نادر نزل مكان اللاعب عبد الرحمن شريف وتبديل كده اجراه بقى المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر. اذا علي نادر لاعب هداف ولاعب مميز ولاعب من اللعيبه الكبار اللي طبعا متواجد النهارده في تشكيل بقى الجهاز الفني للنادي الاهلي، ودي خطر جدا طبعا، الكلام ده خطر جدا، لازم لاعبي النادي الاهلي بقى يركزوا على المستوى الدفاعي. شفنا الهدف اللي سجله بتروجيت الحقيقه بخطا دفاعي، يعني كره الى خارج الملعب وتتلعب مره ثانيه لصالح النادي بتروجيت، وادي الكره ملعوبه هناك ناحيه اليمين داخل منطقه الجزاء، انما بيطلعها مازن اسامه اللي بيلعب الكره الاماميه. علي نادر اللاعب اللي نزل ده لديه 7 اهداف، خلي بالك لاعب هداف، يبقى عندك سمير محمد 9 اهداف وعلي نادر 7 اهداف، وخرج طبعا اللاعب عبد الرحمن شريف اللي كان سجل 4 اهداف في هذا الموسم. ادي اللقطه وادي الكره اللي يعني كانت في منتهى الخطوره للاعبي نادي بتروجيت على دفاعات النادي الاهلي، تمريرات داخل منطقه الجزاء وحاله من الارتباك كده ما بين ابراهيم عبد الحكيم وما بين اسلام عبد الله وكان الحارس مصطفى مخلوف، والكره تمر الى يعني خارج منطقه الخطوره وتطلع الكره وتبقى رميه تماس. خلي بالك النادي الاهلي لسه بدري جدا، احنا لسه في بدايه احداث الشوط الاول. ادي بقى بدلاء بتروجيت ايضا يعني بيسخنوا كده خلف المرمى، فعلشان كده لاعبي النادي الاهلي مش مطالبين ان هم يتسرعوا، لازم بقى انك تركز وتلعب، لسه بدري جدا، والتسرع في بعض الاحيان ممكن يؤدي يعني الى نتائج عكسيه، عكس بقى انك يعني تلعب بسرعه. هناك فارق بين انك تلعب بسرعه وانك تكون متسرع، يعني شعره بسيطه ما بين هذا وذاك. كرة اتلعبت عرضية من اللاعب ميدو نبيل ولكن وصلت لدفاعات نادي بتروجيت، وادي كرة في وسط الملعب مرة أخرى عن طريق اللاعب محمد كالوشا، وحكم اللقاء كابتن محمود منصور بيدي الفاول في هذه اللحظات لصالح بقى بتروجيت في مباراة اليوم. بتروجيت والكابتن حمام إبراهيم اللي بيسعى بالتأكيد للحفاظ على النتيجة. تقدمه بهدف مقابل لا شيء على النادي الأهلي هو في المركز الخامس، بتروجيت 36 نقطة، الأهلي في المركز الأول 42 نقطة. فيعني الكابتن حمام ابراهيم يقول لك احافظ على النتيجه ان لم اضيف اهداف اخرى. طبعا على الجانب الاخر الاهلي بيبحث عن الفوز ولا شيء غير الفوز، خلي بالك يعني كابتن احمد عبد الظاهر اكيد محفظ اللعيبه الكلام ده. وادي امامنا التعليمات ورميه التمس، طبعا الكابتن الكبير واللاعب المميز كابتن محمد شوقي، تتلعب الكوره وتوصل في الخلف مره ثانيه عن طريق اللاعب محمد فرج اللي بيلعبها الى حارس المرمى. محمد عادل بيلعب الكره الاماميه محمد عادل عاليه ومعديه كده واصله في اتجاه اللاعب اسلام عبد الله، وادي الكره اللي اتكررت اكتر من مره بقى في الشوط الاول وكانت تسببت في الهدف وركله الجزاء، انما اسلام عبد الله المره دي، اسلام عبد الله
وادي امالنا الكابتن احمد عبد الظاهر والتعليمات للاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. ترجع الكره لمصطفى مخلوف، واضح جدا التعليمات كده ان هم يطلعوا بالكره من الخلف، ما يشتتوش الكره لقدام يعني علشان ما يفقدوهاش، ويقدروا ان هم يعملوا ويشكلوا هجمه يقدروا يشكلوا بيها خطوره على مرمى نادي بتروجيت في مباراه اليوم. ترجع الكره لمصطفى مخلوف، انما لازم تخلي بالك لان الكرات دي ممكن تشكل خطوره شويه لو الباص طلع غلط او كان في مشكله. تتلعب الكره اماميه من اللاعب ميدو، ميدو بيلعب الكره في اتجاه اللاعب علي نادر، وادي انطلاقه من ناحيه شمال لاحمد اشرف واحد من اللعيبه المشكلين خطوره، بيلعب كره بينيه حلوه علي نادر، انفراد علي نادر وبيلمس على طول بيمينه كده، وفرصه خطره جدا للنادي الاهلي في بدايه احداث الشوط الثاني. تتلعب الكره مره ثانيه لاحمد طايمه، احمد طايمه بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، وادي المحاوله وحارس المرمى طالع واخد الكره من وسط الزحمه اللي هو محمد عادل خليفه الحارس المميز اللي بيتواجد وينشط مع المنتخب الاولمبي المصري. ادي الكره وادي اللمسه الحلوه الحقيقه اللي اتلعبت في اتجاه اللاعب علي نادر اللي حصل الكره بصعوبه ولعبها بعرض الملعب، ولكن دفاع بتروجيت يعني خرجوا الكره. وترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي، انما بدايه مبشره، بدايه حلوه للنادي الاهلي واللاعب علي نادر، واولى الفرص بقى الخطره للاعبي النادي الاهلي اللي بيبحثوا عن هدف التعادل في مباراه اليوم. وخلي بالك لو الهدف ده سجل بدري بيكون افضل جدا طبعا للاعبي النادي الاهلي علشان يقدروا ان هم يسجلوا هدف ثاني وهو هدف الانتصار. ادي كره او هدف التقدم يعني، ادي كره الى خارج الملعب طلعت وبقت رمي تماس لصالح نادي بتروجيت من ناحيه شمال، وامامنا اللاعب نصر سعيد اللي يعني وقع على ارض الملعب متقدم بهدف مقابل لا شيء. وادي الكلام بقى من الكابتن حمام ابراهيم المدير الفني لنادي بتروجيت في مباراه اليوم، ورمي التماس من ناحيه الشمال لصالح نادي بتروجيت اللي بيضيع وقت كده. لسه بدري خلي بالك، لسه بدري، وبعدين ما تضيعش وقت امام النادي الاهلي لانه الاهلي هو ملوك التسعين يعني حتى في الوقت الضايع بيقدر يسجل اهداف. ترجع الكره مره ثانيه، كان في لقاء كده الموسم الماضي الاهلي وبتروجيت 2005، واللقاء ده انتهى 3-2 او 4-3، 4-3 للنادي الاهلي. اتذكر كده اللاعب فارس خالد كان سجل هدف في الوقت يعني بدل الضايع. ادي كوره توصل الكوره مره ثانيه للاعب النادي الاهلي ناحيه اليمين لصالح اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن، وادي الهجمه وتتلعب على طول اماميه. والشيء بالشيء يذكر يعني الاهلي كان التقى بتروجيت هذا الموسم وحقق الفوز بهدف مقابل لا شيء كان سجله اللاعب محمد وائل اللي بيتواجد اليوم على مقاعد البدلاء. ترجع الكوره وادي امامنا البدلاء للنادي الاهلي في مباراه اليوم، طارق حسن، سعد محمد، يوسف عاطف، عبد الله مصطفى، محمود حمدي، محمد وائل، علي نادر طبعا نزل بدلا من اللاعب عبد الرحمن شريف، يوسف اسلام اللي هو مواليد 2006، وايضا ادي علي نادر نشوف الهجمه دي الاول، وايضا اللاعب سيف ايمن مواليد 2005. تتلعب الكره هناك ناحيه اليمين، ادي محمد وائل اهو ايضا متواجد في ارض الملعب، وعرضيه منتهى الخطوره ولسه كره ملعوبه كده للاعب محمد سمير. انما ترجع الكره، بنحاول نكتشف مع حضراتكم بقى اللعيبه اللي نزلت. ادي انطلاقه من ناحيه اليمين للاعب النادي الاهلي، ادي محمد وائل اهو امام حضراتكم اللي كنا لسه بنقول ان هو كان سجل بقى هدف في مرمى وشباك بتروجيت المباراه اللي انتهت بقى بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. محمد وائل ايضا بيشارك مع بدايه احداث الشوط الثاني. محمد وائل هذه الكرة العرضية من اللاعب محمد وائل، لاعب مميز الحقيقة، وبيقول يعني ان هو بيقتدي بقى ومثله الاعلى اللاعب طبعا اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي. ادي كرة تصل الى حارس المرمى محمد عادل خليفة حارس مرمى نادي بتروجيت في مباراة اليوم اللي بيلعب الكرة الامامية العالية معدية. بعض التبديلات بقى اللي اجراها المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر للنادي الاهلي، عايز يعدل الدنيا شوية ونزل بقى اللاعب محمد وائل ناحية اليمين علشان يحد بقى من خطورة اللاعب فارس رضا لاعب نادي بتروجيت اللي كان عامل خطورة في الشوط الأول الحقيقة. تتلعب الكرة مرة تانية، طايمة في وسط الملعب عند اللاعب محمد كالوشة، وادي طايمة بيلعبها لميدو نبيل، ميدو لطايمة، طايمة بيلعب كرة وبيلمس الكرة بشكل جيد جدا، وادي الهجمة السريعة للنادي الأهلي. مازن أسامة بيلعب الكرة لأحمد أشرف ناحية شمال، أحمد أشرف عدى بشكل حلو أحمد أشرف، والعرضية فين بقى أحمد أشرف؟ ويحصل على ركلة ركنية أهلاوية من ناحية شمال للنادي الأهلي، وبداية أهلاوية ضاغطة. وأدي بقى أمامنا اللاعب محمد كالوشة بيقع على أرض الملعب ويتوجه ليه كده حكم اللقاء محمود منصور. يعني محاولات كده لإضاعة الوقت من لاعبي بتروجيت، وقلنا لحضراتكم إنه لسه بدري، وأدي البدلاء أمام حضراتكم لاعبي النادي الأهلي اللي بيتواجدوا ويعني بيسخنوا كده خلف المرمى. وركلة ركنية أهلوية من ناحية الشمال في مباراة اليوم، الأهلي اللي بيبحث عن هدف التعادل في أحداث هذا اللقاء. وقع على أرض الملعب اللاعب محمد كالوشة. زي ما قلنا مشاهدينا الأهلي أقوى هجوم 40 هدف وإن ب 35 هدف، والأهلي أقوى دفاع كان تلقت شباكه 17 هدف
واضعف هجوم في المرحله الاولى بقى كان نادي فاركو، سجل 25 هدف، واضعف دفاع ايضا كان فاركو وسيراميكا، وتلقت شباكو 21 هدف، لكن سيراميكا بقى كان في المركز الثالث وبتروجيت في المركز الخامس. وقلنا لحضراتكم ان بتروجيت كان هو الاكثر تعادل واللي حقق الفوز بركلات الترجيح في 9 مرات. ادي الكره العرضيه من اللاعب محمد وائل والاعاده امام حضراتكم في اتجاه اللاعب سمير محمد، انما يعني كان خرجها دفاع بتروجيت. ركله ركنيه اهلاويه من ناحيه الشمال بتتلعب على طول عرضيه داخل منطقه جوه الجول جوه الجول. ادي بقى علي نادر، علي نادر في هذه اللحظات بيسجل مشاهدينا الاعزاء، وناس تدخل قلبك من غير اي استئذان، حريفه بتلعب وتجيب اجوان، هدف التعادل في مباراه اليوم. وادي العرضيه الحلوه، وادي بقى علي يعني نادر طالع ولعبه راسيه جميله وهدف التعادل في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيسجل هدف التعادل، وهدف التعادل في توقيت مثالي، هدف التعادل في توقيت مثالي تماما مشاهدينا الاعزاء. الاهلي يعود للمباراه ويسجل بقى هدف التعادل في مباراه اليوم، وخلي بالك هتشوف شوط تاني اجمل وشوط تاني افضل، والبدايه جيده، ما اجملها من بدايه الحقيقه لاعبي النادي الاهلي. وادي التبديلات بقى، المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر تؤتي بثمارها سريعا. علي نادر اللي سجل الهدف الثامن ليه على المستوى الشخصي وهدف التعادل في مباراه اليوم بدلا من اللي كان نزل بقى بدلا من اللاعب عبد الرحمن شريف. اذا علي نادر يسجل، وادي شهيه بقى لاعبي النادي الاهلي مفتوحه بعد الهدف بقى اللي سجل في توقيت مثالي في بدايات الشوط الثاني من المباراه. توقيت الهدف مهم جدا، وده اللي كان بيبحث عنه بقى لاعبي النادي الاهلي ومديرهم الفني احمد عبد الظاهر. ادي الكره تتلعب على طول، ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره الاماميه، وادي المحاوله في اتجاه اللاعب طايمه انما اتقطعت، وصلت للاعب فارس رضا اللي بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال لصالح لاعبي بتروجيت في مباراه اليوم. وادي ابراهيم عبد الحكيم بيضغط على اللاعب مصري سعيد، وحكم اللقاء بيدي فاول. وادي انذار، انذار للاعب ابراهيم عبد الحكيم لاعب النادي الاهلي، وركله حره. وادي كابتن احمد عبد الظاهر بيتكلم مع اللاعبين، انما هدف حلو من الركله الركنيه واستغلال بقى للركلات الثابته مشاهدينا، وقدر الاهلي ان هو يسجل هدف التعادل في مباراه اليوم. اذا الاهلي يتعادل مع بتروجيت في احداث هذا اللقاء. ركله حره لصالح بتروجيت من ناحيه الشمال، وادي الاعاده، ادي الاعاده بقى للهدف، ادي قصه الهدف، وادي الكره العرضيه اللي اتلعبت بشكل جيد جدا، وشوف الراجل بقى طالع ولعب الكره بلعبه راسيه حلوه جدا، وهدف التعادل في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء للنادي الاهلي. 1-1 في احداث هذا اللقاء، الاهلي مع بتروجيت، وركله حره لصالح بتروجيت في مباراه اليوم. نلعب في الدقيقه كده 58 من عمر واحداث اللقاء مشاهدينا في كل مكان. وادي امامنا بقى الكابتن احمد عبد الظاهر والجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي بيتابع، واللعيبه هناك قدامنا في الصوره هم بيسخنوا. وركله حره لصالح بتروجيت من مكان خطير، الاهلي سجل من ركله ثابته، وادي بتروجيت بقى وركله حره مباشره، ركله حره في هذه اللحظات، تصويبه تصويبه. قلت لحضراتكم هم عندهم بقى اللاعب احمد ابراهيم، يعني شفناه في الشوط الاول سدد واصطدمت الكره بالحائط بقى الاهلاوي، الحائط الدفاعي، وادي المره دي يصوب من مره واحده كده ولكن تمر فوق عرضه الحارس مصطفى مخلوف وتطلع وتبقى يعني ركله مرمى. تتلعب الكره لاحمد اشرف، ادي احمد اشرف، يلا يا رجاله. احمد اشرف بيلعب الكره بشكل جيد في وسط الملعب لميدو نبيل اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين للاعيبي النادي الاهلي. ادي الانطلاقه في اتجاه اللاعب محمد وائل اللي بيحاول عليها ولكن يضغط ويجيبها منه على طول هنا امامنا اللاعب مصطفى، وترجع الكره لصالح بتروجيت. وادي التمريره الاماميه، ولكن بقى هنا التغطيه من اللاعب ابراهيم عبد الحكيم اللي بيعيدها الى حارس المرمى مخلوف اللي بيلعب الكره الاماميه مخلوف، وتتلعب ولسه في الملعب او خرجت، خرجت خلاص، بقت رميه تماس لصالح نادي بتروجيت من ناحيه الشمال، رميه تماس لصالح نادي بتروجيت من ناحيه الشمال مشاهدينا الاعزاء في مباراه اليوم. وادي التعليمات والخبرات بقى ونقل الخبرات، تتلعب الكره مره ثانيه، والكره الملعوبه الاماميه من اللاعب علي نادر، انما ترجع الكره في الخلف الى حارس المرمى اللي هو محمد عادل خليفه اللي بيلعب الكره الاماميه. محمد عادل عاليه ومعديه، واصله الكره كده في اتجاه اللاعب مصطفى الجمل اللي كان سجل الهدف بتاع بتروجيت من ركله جزاء. وادي بقى خطا مره ثانيه، منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، ولكن في تسلل، يعني لا وقت ولا مجال للاخطاء. بتروجيت كان سجل هدفه الاول من خطا دفاعي، وادي الخطا يكرر للمره يمكن الثالثه في مباراه اليوم. ادي امامنا، ادي امامنا احمد اشرف اللي لعب الكره للحارس مصطفى مخلوف اللي حاول ان هو يلعب الكره بسرعه ولكن كان اصطادها بقى امامنا اللاعب اللي هو مصطفى الجمل، ووصلت لزميله اللي كان في موقف تسلل، وحكم اللقاء ادى الرايه والصفاره وركله حره غير مباشره للنادي الاهلي. لازم لاعيبي النادي الاهلي يركزوا، لازم لاعيبي النادي الاهلي يركزوا، قلنا لحضراتكم بلاش تسرع لسه بدري، والدليل ان الاهلي قدر ان هو يسجل هدف التعادل
ويعني يبحث بقى الآن ولديه الوقت الكبير جدا ان هو يقدر ان شاء الله يسجل الهدف الثاني في مباراة اليوم وهدف التقدم. علشان كده لازم اللعيبة تركز، لانه بتروجيت الحقيقة بيقبلوا الهدايا. شفنا بقى الهدية اللي كان يعني عملها اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن مع مصطفى مخلوف في الشوط الاول وركلة الجزاء، واستطاع بتروجيت ان هو يسجل، والاهلي عاد في الشوط الثاني وسجل بقى هدف التعادل من ركلة ركنية. الهدفين من كرات ثابته كده، سواء ركله جزاء او ركله ركنيه، ودي اهميه الكرات الثابته اللي دايما مرارا وتكرارا بنقول انها دائما ما تحسم نتائج مباريات وتجيب بطولات وحاجات مهمه جدا، حاجات مهمه جدا. تتلعب الكره مره ثانيه، ادي كره في وسط الملعب والاستلام بقى امامنا من اللاعب فارس رضا، بيلعب الكره الاماميه ولكن على طول تتلعب وتوصل الكره للجمل بيلعبها في وسط الملعب للاعب مازن. ادي مازن اسامه للنادي الاهلي، عبد الجواد او ابراهيم عبد الحكيم بيلعبها، ترجع الكره مره ثانيه لمازن اسامه اللي عدى وماشي وياخد فاول وانذار. فاول وانذار، حكم اللقاء محمود منصور بيدي الانذار هنا للاعب نادي بتروجيت محمود يحيى. اذا محمود يحيى بياخد انذار لاعب نادي بتروجيت في اللقطه اللي كانت امام حضراتكم من قبل حكم بقى اللقاء محمود منصور. ركله حره للنادي الاهلي، اسلام عبد الله. اسلام عبد الله بيلعب الكوره، ترجع لاسلام مره ثانيه وبيلعبها في الخلف عند اللاعب ابراهيم عبد الحكيم اللي بيرجع الكره لمصطفى مخلوف. مصطفى مخلوف خطر جدا الكلام ده، خطر جدا الكلام ده، ولكن مصطفى مخلوف بيطلع الكره من منطقه الخطوره. يا سلام على الاستلام الجميل يا محمد وائل، عدى بشكل حلو قوي، اضاف يعني شيء من الخطوره كده على المستوى الهجومي لاعب محمد وائل في الشوط الثاني زي ما توقع بقى دكتور احمد ثابت الحقيقه والكابتن محمد حشيش مع الكابتن اسامه حسني. تتلعب الكرة، التبديلات اللي أجراها بقى المدير الفني كابتن أحمد عبد الظاهر غيرت شوية من شكل الأهلي الهجومي، وخلي بالك الدفاعي برضه، لأنه اللاعب اللي هو طبعا محمد وائل النازل لديه مهام هجومية وأيضا مهام دفاعية مع اللاعب فارس رضا اللي هو لاعب نادي بتروجيت اللي كان مشكل خطورة في الشوط الأول. عبد الجواد عبد الرحمن بيلعب الكرة وتوصل الكرة مرة ثانية هناك ناحية اليمين، وأدي ميدو نبيل. ميدو نبيل والانطلاقة، ميدو نبيل بيلعب الكرة العرضية العالية داخل منطقة الجزاء عند أحمد أشرف، بيلعب كرة عرضية خطرة جدا وتعود الكرة مرة أخرى من لاعبي نادي بتروجيت، وترجع الكرة أحمد أشرف. أحمد أشرف بيلعب الكرة في الوسط كده وتصل الكرة مرة ثانية، اللاعب بقى طبعا محمد وائل نزل مكان اللاعب ميدو أسامة. توصل الكرة في وسط الملعب، استلام ومحاولة في هذه اللحظات، هو طبعا الكابتن أحمد عبد الظاهر قال لك يدعم الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، ودي كرة خطرة والهدف الثاني، ولكن ايه حكم اللقاء ما اعرفش ادى ايه، هل ادى هنا هنشوف ادى ايه الحكم. حكم اللقاء كابتن محمود منصور، وهجمه في منتهى الخطوره اللي فاتت دي الحقيقه للنادي الاهلي، ولكن حكم اللقاء مدي مخالفه لصالح بتروجيت، هنشوفها في الاعاده مره ثانيه. ادي احمد اشرف، بيقول لك الكره عدت، بيقول الكره عدت الخط، بيقول الكره عدت الخط قبل ما تصل بقى للاعب مازن اسامه اللي سدد داخل الشباك، وهدف يعني ملغى للنادي الاهلي. حكم اللقاء اللي قال لك الكره عدت الخط كده، وادي تبديلات لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم. ادي الاعاده اهي، خلي بالك نخلي بالنا بقى مع الكوره اهي اهي امام حضراتكم، هل عدت بقى كامل محيطها ولا هي على الخط؟ والاعاده امام حضراتكم، وفرصه كانت خطيره للنادي الاهلي في اللقطه الماضيه. محمد ابراهيم اعتقد هو اللي نزل لاعب نادي بتروجيت بدلا من اللاعب نصر سعيد، تبديل لنادي بتروجيت والكابتن حمام ابراهيم. شفنا التبديلات اللي كان اجراها بقى الكابتن احمد عبد الظاهر، خرج عبد الرحمن شريف ونزل علي نادر اللي سجل، وخرج اللاعب طبعا ميدو اسامه ونزل محمد وائل اللي اضاف ايضا محمد وائل على المستوى الهجومي ناحيه اليمين. ادي انطلاقه من ناحيه اليمين مره ثانيه، ميدو نبيل النمط قطعت منه الكره وتصل مره اخرى للاعب يوسف فايز. يا ولد عدى حلوه يوسف، وتصويبه منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، انما الحارس بقى مصطفى مخلوف. يا ولد يا مصطفى، حلوه يا مصطفى الحقيقه، رد فعل سريع، انما يعني شوف بقى اللاعب هنا يوسف فايز عدى بشكل حلو قوي وسدد قويه جدا زاحفه ارضيه، انما مصطفى مخلوف كان لها بالمرصاد واستطاع ان هو يتصدى وطلع الكره الى خارج الملعب، وبقت بقى ركله ركنيه لصالح نادي بتروجيت من ناحيه اليمين في مباراه اليوم. انما اللي الشوط الثاني اجمل والشوط الثاني احلى الحقيقه، واثاره ونديه ومتعه كرويه حاضره معنا عبر شاشه قناه الاهلي مشاهدينا في كل مكان. ترجع الكره مره ثانيه، هذه الانطلاقه لنادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء، الكره من ناحيه اليمين ولكن تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس اهلاويه، تتلعب سريعه انما على طول مقطوعه الكره مره ثانيه. وقلت لحضراتكم واتكلمت اكتر من مره انه بلاش تسرع، لسه بدري،
تقدر انك تمسك الكرة وتبني الهجمة بشكل صحيح وتصل للمرمى وتشكل خطورة على مرمى الحارس محمد عادل خليفة. توصل الكرة مرة تانية، وخلي بالك الهدف بقى اللي سجله اللاعب علي نادر بدري جدا في بداية احداث الشوط الثاني اعاد يعني الكفة للتعادل من جديد. ترجع الكرة مرة تانية للاعبي بتروجيت، وادي التمريرة الامامية، انما تصل الكرة في وسط الملعب للنادي الاهلي. ميدو نبيل بيلعب الكرة في اتجاه اللاعب سمير محمد، ادي سمير محمد بيحاول، سمير بيحاول ياخدها، سمير وعامل الضغط، سمير برافو يا سمير، وحط جسمه سمير واخد فاول، او حكم اللقاء ما اداش حاجة، حكم اللقاء ما اداش حاجة في اللقطة اللي فاتت، مع انه كان في دفعة كده شوية الحقيقة مع اللاعب سمير محمد لاعب النادي الاهلي، وكان هيكون فاول من مكان خطر. ميدو نبيل بيلعب كرة بينية حلوة لاحمد اشرف ناحية شمال احمد، جابها احمد وعد احمد وماشي، يا ولد العيب يا ولد العيب، ولعب العرضية، ولكن مرة تانية حكم اللقاء مدي الكرة ركلة مرمى، قال ان الكرة خرجت كده من اللاعب احمد اشرف اللي بيتقدم من ناحية الشمال بشكل جيد جدا وبيشكل خطورة مستمرة من الشوط الاول. ادي امامنا الاعادة اهي، في الدفعة هنا، في فاول هنا، في فاول اللاعب يعني بقى هنا امامنا اللي هو طبعا سمير محمد، وحكم اللقاء محمود منصور كان ممكن يدي مخالفة للنادي الاهلي من مكان خطر، من مكان خطر في المواجهة كده امام منطقة الجزاء، انما حكم اللقاء قال مفيش حاجة في اللقطة الماضية. على العموم نتمنى التوفيق للتحكيم يعني. ادي هي بنشوفها مره تانية، شوف بقى اللاعب هنا، شوف هنا اللاعب والايد الشمال على يعني كتف بقى اللاعب سمير واسقطه ارضا في اللقطه الماضيه، دي لقطه بتاعت مصارعه دي. ترجع الكره مره تانية، ادي انطلاقه من ناحيه شمال ومحاوله مره تانية لصالح لاعبي النادي الاهلي انما اتقطعت، وترجع لبتروجيت، انطلاقه ومحاوله في هذه اللحظات للاعب فارس رضا، ولكن ترجع الكره للاهلي. عبد الجواد عبد الرحمن بيلعب الكره لمحمد وائل، محمد وائل بيلعب الكره الاماميه، وادي الانطلاقه لعلي نادر، علي نادر عدى علي نادر، ولكن حكم اللقاء المره دي ادى بقى فاول حكم اللقاء محمود منصور، وقال ان علي نادر يعني دفع كده مدافع بتروجيت في اللقطه الماضيه، وحكم اللقاء ادى المخالفه لصالح بتروجيت. شايف انا كده الكابتن طبعا محمود منصور رايح يتكلم مع الكابتن احمد عبد الظاهر، ادي امامنا اللقطه والفاول لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، وحكم اللقاء بيتكلم طبعا مع الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي. احمد اشرف كده كان يعني انتقل بقى ناحيه الشمال، ويعني محمد وائل كان نزل ناحيه اليمين زي ما حضراتكم شفتوا في ارض الملعب، وخلي بالك الكلام ده كان ذكره الكابتن بقى والدكتور احمد ثابت. ادي بقى هنا امامنا حكم اللقاء محمود منصور اللي كان بيتكلم مع الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي، كابتن احمد عبد الظاهر واحمد جلال خالد وعثمان محمد راشد علاء المأمون عمر شعراوي عبد الحميد حسين عبد الرحيم سونج ورمضان حارس، ولسه المباراه لا زالت متوقفه مشاهدينا في كل مكان، وشوط تاني اجمل الحقيقه، شوط تاني اجمل، شوط تاني اجمل، الاهلي استطاع ان هو يسجل هدف التعادل. وادي امامنا حكم اللقاء محمود منصور، تتلعب الكره اماميه وتصل في منتهى الخطوره، لكن بقى المره دي تدخل من اللاعب ابراهيم عبد الحكيم امام بقى اللاعب فارس رضا، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه لصالح بتروجيت من ناحيه الشمال، ركله ركنيه لصالح بتروجيت من ناحيه الشمال. شايف انا اللاعب مصطفى الجمل هو اللي رايح علشان ينفذ، والركله الركنيه لصالح نادي بتروجيت. ادي امامنا اللقطه وادي الكره وادي ابراهيم عبد الحكيم، ادي ابراهيم عبد الحكيم واللي خرج الكرة للركنية في اللقطة اللي فاتت دي، تتلعب الكرة الجمل بيلعب الكرة العرضية، ولكن بيطلع مرة تانية دفاع النادي الأهلي عن طريق اللاعب اللي هو سمير محمد اللي كان نازل يأدي الدور الدفاعي، وترجع الكرة للنادي الأهلي. أدي الهجمة، أدي الهجمة البينية الحلوة والمحاولة في اتجاه اللاعب مازن أسامة انما اتقطعت، وصلت لبتروجيت، ولكن تصل الكرة أخيرا إلى حارس المرمى مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي اللي بيبدأ ويلعب الكرة بسرعة كده للاعب إسلام عبد الله. إسلام عبد الله بيلعب الكرة الأمامية، إسلام عاليه ومعديه كده ناحيه اليمين، ولكن دفاع بقى بتروجيت بيخرجوها، وترجع الكره في اتجاه اللاعب مازن اسامه. محمود يحيى في وسط الملعب لبتروجيت، توصل ناحيه اليمين هنا عند اللاعب محمد ابراهيم البديل اللي بيلعب الكره الخطره، وادي تصويبه بقى، ولكن حارس المرمى مصطفى مخلوف. ادي فارس رضا، الكابتن حمام ابراهيم شايف ان فارس رضا كده بعد نزول بقى محمد وائل ومساندته للاعب عبد الجواد عبد الرحمن الدنيا اتقفلت عليه ناحيه الشمال، فنقله هنا ناحيه اليمين، نقله ناحيه اليمين. ترجع الكره مره ثانيه وتصل للاعبي نادي بتروجيت في وسط الملعب محمد كالوشا، بيلعب الكره البينيه الخطره، وادي اسلام، اسلام وحاله من الارتباك، ولكن تصل الكره مره ثانيه ومطالبه بلمسه يد على لاعبي نادي بتروجيت، ولمسه يد للنادي الاهلي تتلعب بسرعه
وتصل الكرة هنا ناحية الشمال مرة تانية لأحمد أشرف اللي بيلعب كرة بينية حلوة للاعب علي نادر. أدي علي نادر لاعب مهاري، عدى علي نادر وسقوط من علي نادر داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم اللقاء إدى ركلة مرمى. حكم اللقاء محمود منصور إدى ركلة مرمى. أحمد أشرف بقى اللي لاعب ظهير أيسر وانتقل ناحية الشمال، والتمريرات بقى اللي دايما بيلعبها في اتجاه اللاعب علي نادر. أدي أمامنا اللقطة وأدي علي نادر، هل فيها لمسة من اللاعب محمد فرج ولا ما فيهاش؟ الكرة تمر إلى خارج الملعب، تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى. حكم اللقاء محمود منصور ما اداش حاجة في اللقطة اللي فاتت دي. توصل الكرة مرة تانية أحمد أشرف، يتقدم للأمام أحمد أشرف وبيعدي وماشي أحمد أشرف، وتمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس. أحمد أشرف كده خرج بالكرة. أدي اللقطة، أدي اللقطة، أدي اللقطة، نخلي بالنا نخلي بالنا نخلي بالنا، وأدي القدم اليمنى، القدم اليمنى في القدم بتاعت لاعب بتروجيت محمد فرج في القدم اليسرى لمهاجم النادي الأهلي علي نادر، وحكم اللقاء ما اداش حاجة. أدي علي نادر مرة تانية، علي نادر عدى علي نادر ولعب الكرة العرضية الخطرة يا سمير، يا سمير بيسجل سمير، يا مسا التماسي الله عليك يا أبو قلب قاسي، حلوة حلوة حلوة، سمير محمد بيسجل الهدف الثاني بصدره، يا صدرك الحنين يا مسا التماسي الله عليك يا أبو قلب قاسي، حلوة يا ولد يا سمير. إنما شوف علي نادر، علي نادر ما فقدش الامل في الكوره، وادي العرضيه من محمد وائل، وادي بقى سمير. سمير طب بتفكركم بايه؟ بتفكركم بايه؟ هدف ابراهيم سعيد، فاكرين هدف ابراهيم سعيد في المباراه الشهيره بتاعه الستة واحد، بتاعه الستة واحد. ادي اللعبه الجميله جدا، وادي سمير محمد بيسجل، بيسجل بقى الهدف العاشر ليها على المستوى الشخصي، وهدف التقدم للنادي الاهلي في مباراه اليوم. الاهلي مشاهدينا الاعزاء يعود من جديد، وادي بقى التبديلات والتغييرات والكابتن احمد عبد الظاهر، وقرايه جيده جدا، قرايه جيده جدا للمباراه مشاهدينا الاعزاء، ويعني الاثنين البدلاء بقى اللي هو علي نادر واللاعب محمد وائل، والعرضيه في اتجاه اللاعب سمير اللي سجل الهدف الثاني في مباراه اليوم. ترجع الكرة مرة تانية، لاعب هداف ولاعب مميز اللاعب سمير الحقيقة، اللي أيضا بيتواجد مع الدرجة الأولى بقى ومع مارسيل كولر. توصل الكرة مرة تانية إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى محمد عادل خليفة، تتلعب الكرة مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء لصالح لاعبي بتروجيت في وسط الملعب للاعب محمد كالوشا. يعني بقى تعليمات مارسيل كولر للجهاز الفني المعاون له بالتواجد في المباراة، زي ما حضراتكم شايفين أمام حضراتكم، هم متواجدين أمام حضراتكم في ملعب المباراة الجهاز المعاون لمارسيل كولر. ويعني الراجل شغال، وفي الفترة القادمة كده بقى هيدي اهتمام كبير جدا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وادي الإعادة وعلي نادر والعرضية، وسمير بصدره الحنين بيسجل الهدف الجميل جدا في الشباك. الحارس بقى محمد عادل خليفة اللي الأهلي بيتقدم بالهدف الثاني في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. خلي بالك اللي بيعمله مارسيل كولر ده ان هو بيتابع الناشئين وبيدي تعليماته للفريق المعاون والجهاز الفني المعاون ليه بالتواجد في ملاعب المباراة، وهو ان سمحت له الظروف بالتواجد في ملاعب الناشئين للنادي الاهلي بمدينة نصر علشان يتابع الناشئين. ده كان بيعمله مانويل جوزيه، كان بيعمله مانويل جوزيه، وطلعوا لعيبة كانت نجوم مصر بقى الحقيقة يعني. فنتمنى يعني اعادة تكرار التجربة بشكل جيد جدا كمان مع تواجد بقى الكابتن بدر رجب ابو الاشبال. طبعا في خمس لعيبه من النادي الاهلي تم نقدهم في القائمه الافريقيه، علشان كده المتابعه مهمه جدا طبعا، وقناه النادي الاهلي بقى اللي بتنقل لحضراتكم المباريات على الهواء مباشره. وادي امامنا الكابتن محمد شوقي، وركله حره من ناحيه اليمين لصالح نادي بتروجيت. الاهلي قلب الطاوله واستطاع ان هو يسجل هدفين في الشوط الثاني في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. نجم كبير طبعا كابتن محمد شوقي، والتعاون بقى ما بينه وما بين كابتن احمد عبد الظاهر ونقل الخبرات، واثنين لعيبه كبار ونجوم كبار، وطبعا معاهم الكابتن وليد سليمان والكابتن بدر رجب والكابتن احمد ناجي والبقيه الحقيقه. وسط متابعه من مارسيل كولر واعضاء بقى الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي في الفريق الاول. ركله حره لبتروجيت تلعب على طول والى خارج الملعب، وركله ركنيه الى خارج الملعب، وركله ركنيه لصالح نادي بتروجيت. خلي بالك بتروجيت فريق خطير، يعني لاعيب النادي الاهلي لازم يخلي بالهم، يخلوا بالهم في مباراه اليوم، لانه بتروجيت فريق خطير. بتروجيت كان متقدم بهدف وبيشكل خطوره الحقيقه، الاهلي اصبح متقدم 2-1، وادي الركله الركنيه تتلعب على طول عرضيه، وعلى طول بيخرج دفاع النادي الاهلي ولسه الكره في منطقه الخطوره، ومره ثانيه يعني حاله من الهجوم كده من لاعبي نادي بتروجيت والدفاع من لاعبي النادي الاهلي في اللقطه الماضيه،
وتمر الكرة يعني في منتهى الخطورة وترجع مرة تانية، وادي الهجمة تصل إلى على طول حارس المرمى مصطفى مخلوف، اللي على طول مصطفى مخلوف بقى بيمسك الكرة وبيهدي اللعب. ادي الإعادة، وادي اللقطة، وادي اللعبة، وادي اللعبة الرأسية الحلوة الحقيقة، اللعبة الرأسية الحلوة في اللقطة الماضية، أعتقد كان ده كان علي نادر هو اللي خرجها، ورجعت الكرة مرة تانية في اتجاه اللاعب طعيمة. وادي بقى أمامنا مصطفى مخلوف حارس المرمى للنادي الأهلي في مباراة اليوم. تتلعب الكرة مرة تانية عالية وتصل ناحية اليمين، ومحاولات من لاعبي النادي الأهلي فيها أحداث هذا اللقاء، هجمات كده رايحة وجاية من لاعبي الفريقين، إنما اتقطعت وصلت لعبد الجواد عبد الرحمن. يا ولد يا ولد يا ولد يا مزاجك الرايق، بيلعبها حلو قوي لسمير محمد. أدي سمير محمد، أدي سمير محمد بيلعب الكرة سمير، ولكن تمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس أهلاوية من ناحية اليمين، والأهلي مشاهدينا الأعزاء أصبح متقدم على نادي بتروجيت بهدفين مقابل هدف واحد. تتلعب الكرة مرة تانية، أدي الهجمة للنادي الأهلي، محمد وائل، محمد وائل يبحث عن عمل كرة عرضية ويستطيع أن يحصل على ركلة ركنية، يستطيع أن يحصل على ركلة ركنية مشاهدينا الأعزاء في مباراة اليوم. رايح أحمد أشرف علشان يلعب، رايح أحمد أشرف علشان يلعب. طبعا النادي الأهلي اللي كان خرج إعارات رأفت خليل لزد ورشدال لفيوتشر ومحمد حمدي ميسي للداخلية، والإعارات وأهميتها بقى، وشفنا محمد عبد المنعم اللي كان خرج معارا ورجع للنادي الأهلي وتألق وراح المنتخب، وهدف هدف هدف. أدي إبراهيم عبد الحكيم، إبراهيم عبد الحكيم بيسجل مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات، ويفرق إيه الوردة عنك غير إنه واخد جماله منك يا ولد يا لعيب يا إبراهيم عبد الحكيم، الهدف الرابع ليه على المستوى الشخصي والهدف الثالث في مباراة اليوم. الركلة الركنية، الركلة الركنية، أحمد أشرف عرضية، وشوف إبراهيم عبد الحكيم المدافع الهداف بيسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مباراة اليوم علشان يضاعف أو يعلي النتيجة ويبتعد بالنتيجة بفارق هدفين للنادي الأهلي على بتروجيت اللي كان متقدم وأنهى الشوط الأول بتقدم على النادي الأهلي 1-0، ولكن بقى شفنا الشوط الثاني وشفنا أداء مغاير جدا من أبناء أحمد عبد الظاهر، وادي العرضية، وادي إبراهيم عبد الحكيم يا ولد لعيب، ويفرق إيه الوردة عنك غير إنه واخد جماله منك يا ابني، وهدف جميل جدا للنادي الأهلي في مباراة اليوم علشان بقى تصبح النتيجة أهلاوية 3 الأهلي 1 بتروجيت في احداث هذا اللقاء. حاجه حلوه جدا جدا جدا، والاهلي يصحح الاوضاع في الشوط الثاني مشاهدينا الاعزاء، هو ده الكلام وهو ده الشغل التمام الحقيقه. ادي سمير محمد فرصه بقى لاضافه الهدف الرابع، فرصه لاضافه الهدف الرابع. تعالوا نرجع بفلاش باك كده لورا ونفتكر انا قلت ايه. قلت اللاعبي بتروجيت لما كانوا بيضيعوا وقت، الاهلي ما ينفعش تضيع قدام وقت، شفنا كلام كتير جدا، وشفنا مباراه الرجاء مثلا في السوبر والاهلي ولاعبي الرجاء اللي كانوا ضيعوا وقت، والهدف بقى بتاع طاهر محمد طاهر والانتصار والحاجات الكتيره اللي شفناها على مدار تاريخ لاعبي النادي الاهلي الحقيقه، مباريات كتير جدا 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 لما الفريق بيضيع قدامك وقت على طول بيجد العقاب القاسي، ولاعبي النادي الاهلي النهارده ومعاهم سمير محمد كان قلبهم قاسي الحقيقه. يعني ترجع الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه من ناحيه الشمال ومحاولة في هذه اللحظات بقى أمامنا للاعب اللي هو أحمد أشرف، أحمد أشرف بيعدي أحمد أشرف وبيحاول أحمد أشرف، والكرة تمر إلى خارج الملعب، وكان مع اللاعب محمد إبراهيم لاعب نادي بتروجيت، ما تأمنش للنادي الأهلي طول ما هو في الملعب، ولحد ما يذهب اللاعبين كده إلى غرف بقى تبديل الملابس. النادي الأهلي لعبته على طول واخدة على الانتصارات واخدة على البطولات واخدة على إنها تلعب لآخر نفس وآخر صفارة، وشفنا وكلنا عارفين الأهلي ملوك التسعين، وياما حسموا مباريات وياما سجلوا. وادي بقى شباب النادي الأهلي، وهي جينات متوارثة وتعليمات طبعا وأمور كتيرة جدا رائعة الحقيقة من الكابتن بدر رجب وكل قيادات قطاع الناشئين للنادي الأهلي. ادي تبديل جديد من قبل بقى الكابتن أحمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الأهلي في مباراة اليوم، التبديلات اللي يعني أتت بثمارها تماما الحقيقة، وقلبت النتيجة وقلبت الأداء وظبطت الدنيا في الشوط الثاني للنادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. تبديل للنادي الأهلي، وهيخرج بقى اللاعب سمير محمد، لاعب مميز ولاعب جيد، ويكفي إن احنا نقول إن هو سجل 10 أهداف بالهدف بتاع النهاردة، يعني بالهدف بتاع النهاردة. يعني سمير محمد بيخرج في اللقطة الماضية، أعتقد ده اللاعب سيف أيمن هو اللي نزل، هنشوف مع حضراتكم لاعب النادي الأهلي، بالفعل هو سيف أيمن لاعب مواليد 2005 اللي نزل بدلا من اللاعب سمير محمد لاعب النادي الأهلي في مباراة اليوم. تبديلات بقى من قبل المدير الفني كابتن أحمد عبد الظاهر، اتلعبت الكورة ورجعت مرة تانية للاعبي بتروجيت في أحداث هذا اللقاء عن طريق اللاعب اللي هو طبعا محمد فرج،
وادي سيف ايمن والبدايه والضغط والحماس. يعني الحقيقه ضغط وحماس، حماس كبير جدا طبعا للاعبي النادي الاهلي وروح النادي الاهلي اللي ظهرت جدا، روح الفانيلا الحمراء بقى، ده سر من اسرار النادي الاهلي، سر من اسرار النادي الاهلي الحقيقه كده. ترجع الكره مره تانيه مشاهدينا الاعزاء في وسط الملعب للاعبي النادي بتروجيت. يعني زي ما الفراعنه كده كان ليهم اسرار في الحضاره العظيمه النادي الاهلي، روح الفانيلا الحمراء ده سر ايضا محدش قادر يكتشفه لحد دلوقتي من قبل بقى الخصوم. ادي كره تتلعب على طول، محمد عادل خليفه توصل الكره مره تانيه للاعبي النادي الاهلي، روح الفانيلا الحمراء يعني هي احد السمات المهمه جدا زي نسر النادي الاهلي كده. تتلعب الكره مره تانيه اماميه عاليه، على مدار التاريخ طبعا لاعبي النادي الاهلي بيمتازوا بالروح وبالعزيمه وبالاصرار، ومصطلح روح الفانيلا الحمراء شفناها اكتر من مره في اوقات صعبه وفي مباريات صعبه وياما فرحت الجماهير. تتلعب الكره مره اخرى، ادي انطلاقه وكره عرضيه داخل منطقه الجزاء، وتصل الكره بقى الى حارس المرمى مصطفى مخلوف، تصل الكره الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. قلنا لحضراتكم ان بيكون في اجتماعات دوريه للكابتن محمود الخطيب مع الكابتن والكباتن بقى بدر رجب والكابتن وليد سليمان والكابتن محمد شوقي والنادي الاهلي في قطاع الناشئين، مش بس بيخرج لك لعيبه خلي بالك مميزه، لا ده بيعمل كمان كوادر تدريبيه مميزه. يعني مش مجرد ان هو يخرج لاعب مميز لكره القدم المصريه وللنادي الاهلي الفريق الاول، لا ده هو ايضا بيخرج مدربين مميزين جدا في قطاع الناشئين وبيتم اعدادهم بطريقه جميله جدا الحقيقه، يعني من قبل بقى الكابتن بدر رجب والناس في قطاع الناشئين للنادي الاهلي. شفنا احمد عابدين لاعب النادي الاهلي اللي كان يعني مضى عقد بقى لمده 5 سنوات مع النادي الاهلي والفريق الاول وكان شارك في معسكر الامارات، وشفنا السكاوتنج بقى والكابتن هاني رمزي والكابتن بدر رجب والخمس لاعبين الافارقه اللي تحت السن اللي كانوا عملوا اختبارات في النادي الاهلي، وكان تم اختيار 2 منهم مواليد 2006، واحد مهاجم والتاني مدافع، وباذن الله يكونوا لعيبه كبار جدا ويفيدوا النادي الاهلي على المستوى الهجوم يعني. وطبعا هناك ايضا يوسف سيد عبد الحفيظ، وهناك العديد والعديد من المواهب واللعيبه المميزه جدا في قطاع الناشئين للنادي الاهلي في فريق 2003 و2005 و2008 و2010، وعد زي ما انت عايز، عد زي ما انت عايز يعني. النادي الاهلي ونتائج النادي الاهلي واداء ولاعيبي النادي الاهلي. توصل الكره في وسط الملعب طايمه يا ولد يا لعيب يا رايق رايق طايمه في اللقطه اللي فاتت بيشمس الراجل كده، ولكن على طول اتقطعت، وصلت الكره مره ثانيه للاعبي النادي بتروجيت من ناحيه الشمال. مشاهدينا الاعزاء الاهلي اصبح 3 والغزاله رايقه والناس الحلوه فايقه في الشوط الثاني الحقيقه. ترجع الكره مره ثانيه، انطلاقه جميله لصالح لاعبي بتروجيت على طريق اللاعب محمد كالوشا اللي بيحاول يعدي وياخد ويحصل على ركله حره مباشره من ناحيه الشمال لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم. وادي امامنا بقى الجهاز المعاون للنادي الاهلي مع يعني ميشيل يانكون وطبعا الناس اللي موجوده النهارده، طبعا اللي هو طبعا كارلوس برينجر مطور الاداء والكابتن بدر رجب اللي متواجدين في ملعب المباراه، والكابتن محمد شوقي طبعا اللي ايضا قاعد اهو، والدراسه بقى والتعليمات والامور ما بيسيبوش حاجه، الناس ماسكه ورقه وقلم وعلى طول بتذاكر كل حاجه في المباراه علشان يتكلموا ويناقشوا بقى الجهاز الفني ويتناقشوا مع بعض ونقل خبرات، وحاجه جميله جدا وحاجه حلوه، وده اللي دايما بنشوفه وتعودنا عليه من قطاع الناشئين النادي الاهلي اللي دايما بيقدم نجوم كبار جدا للفريق الاول وايضا لكره القدم المصريه. مشاهدينا الاعزاء ادي ايضا هناك تبديل لنادي الاهلي، اعتقد كده هنشوف ركلة حرة بتتلعب لبتروجيت داخل منطقة الجزاء وتتلعب الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس. سعد محمد كان واقف كده على الخط ورمية تماس، طبعا مش سعد اللي كان واقف ده، اللي سعد كان متواجد على الخط برضو مع لاعب النادي الأهلي اللي هيتم نزوله دلوقتي، ورمية تماس من ناحية الشمال. كابتن أحمد عبد الظاهر الحقيقة لازم نديله حقه، الراجل قدر إن هو يقرأ المباراة بشكل جيد جدا، وشفنا طبعا ونجومنا توقعوا طبعا في يعني تحليلهم للمباراه خروج احمد اشرف امام حضراتكم والناس اللي قالوا عليه. يعني احمد اشرف واحد من نجوم اللقاء الحقيقه، احمد اشرف واحد من نجوم اللقاء زي نجومنا ايضا في التحليل اللي توقعوا السيناريو ده في الشوط الثاني، واللي قالوا عليه حصل بالظبط وكانهم يعني كانوا مع الكابتن احمد عبد الظاهر. توصل الكره مره ثانيه، شطاره ومهاره لاعضاء التحليل في قناه النادي الاهلي. رمية التماس من ناحية الشمال لصالح الأهلي،
اللي في الشوط الثاني امتع وابدع وقدم كره قدم حلوه وتقدم على بتروجيت. سجل الاهلي في الشوط الثاني 3 اهداف، سجل الاهلي في الشوط الثاني 3 اهداف، وممكن يكون هناك المزيد. علي نادر ياخد او حكم اللقاء ادها على علي نادر، ادى المخالفه على علي نادر، ادى ركله حره غير مباشره، وعلى طول بيستدعي رجال العلاج دكتور علاء مأمون وكابتن عمر شعراوي وعبد الحميد حسين. ادي امامنا دكتور علاء مأمون وعمر شعراوي بينزلوا علشان يسعفوا بقى اللاعب علي نادر. ادي الاعاده، ادي الاعاده، وادي اللقطه، ويعني اللاعب محمد فرج والدنجرس بلاي في اللقطه الماضيه. حكم اللقاء قال لك انه اللاعب علي نادر يعني نزل براسه كده لمستوى يعني ممكن يشكل عليه خطوره، علشان كده هو ادى ركله حره غير مباشره للاعب نادي بتروجيت في مباراه اليوم. انما اداء رائع، وشوف بقى الهدف، شوف اللاعب سمير محمد، وشوف الجمال، وشوف الحاجات الحلوه، والكره العرضيه اللي اتلعبت جميله جدا من اللاعب محمد وائل. وسمير محمد استطاع ان هو يسجل، ده كان الهدف الثاني طبعا اللي بيتعاد امام حضراتكم، وادي الهدف الثالث، والكره العرضيه بتاعت احمد اشرف، واللعبه الراسيه الحلوه بتاعت ابراهيم عبد الحكيم اللي استطاع ان هو يسجلها بقى مشاهدينا الاعزاء، الهدف الثالث واللي مستمره به النتيجه حتى الان، تقدم الاهلي على بتروجيت 3-1. وبنلعب في دقيقه 87 من عمر واحداث الشوط الثاني الممتع والمثير والجميل الحقيقه. شوط ثاني ممتع وجميل ومثير. دوري الناشئين مواليد 2003 ومباريات في منتهى الجمال عبر شاشه قناه الاهلي والنقل الحي والمباشر لهذه المباريات الحقيقه. ترجع الكره مره ثانيه. يعني الفرق كده بتحب جدا انها تلعب ضد النادي الاهلي في ملاعب الاهلي في مدينه نصر، علشان المباريات بقى تتنقل باستوديو تحليلي وتعليق وتصوير على اعلى جوده وحاجه محترمه جدا. كل الشكر طبعا للقائمين على قناه النادي الاهلي الحقيقه. ادي ركله حره من ناحيه الشمال لصالح لاعبي بتروجيت، بتتلعب على طول عرضيه داخل منطقه منتهى الخطوره، ولسه الخطوره مستمره بقى، كره ملعوبه عند اللاعب محمد فرج اللي كان عامل زياده هجوميه كده داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، انما تصل الكره الى حارس المرمى مصطفى مخلوف، حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم، وحكم اللقاء بيدي مخالفه للنادي الاهلي. الاهلي اللي بيحافظ على الصداره مشاهدينا الاعزاء، قلنا لحضراتكم قبل احداث هذا اللقاء 20 مباراه ولديه 42 نقطه، ومن النهارده بقى خلاص الجدول اتقسم زي ما قلنا 10 فوق و11 تحت. ال10 اللي فوق اللي بيتصدرهم النادي الاهلي للمنافسة على البطولة، وال11 اللي تحت للهروب من شبح الهبوط. النادي الأهلي في مباراة اليوم متقدم على بتروجيت 3-1، والمباريات الأخرى طبعا المصري مع إنبي، سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز، الزمالك مع الاتحاد، المقاولين العرب مع فاركو. تتلعب الكرة أمامية وتوصل هنا ناحية اليمين عند اللاعب محمد وائل، محمد وائل بيلعبها عند سيف أيمن، وتصل الكرة مرة أخرى لدفاع نادي بتروجيت في وسط الملعب. مازن أسامة بيحاول، إنما ترجع الكرة للاعب فارس رضا. استطاع لاعبي النادي الأهلي إن هم يقضوا بقى على خطورة اللاعب فارس رضا، وأدي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، محمد إبراهيم اللاعب البديل اللي نزل في الشوط الثاني لعب الكرة العرضية في اللقطة اللي فاتت دي، وتوصل الكرة مرة ثانية لبتروجيت ناحية الشمال عن طريق اللاعب إسلام تامر اللي نزل. أدي إسلام تامر أهو، إسلام تامر لاعب نادي بتروجيت في وسط الملعب بيلعبها لمحمود يحيى، محمود يحيى نقلات كده من لاعبي بتروجيت، وتصل الكرة لأحمد إبراهيم ناحية اليمين، وأدي الانطلاقة، أدي الانطلاقة، محمد إبراهيم عدى وماشي، عدى وماشي، إنما جاله على طول إسلام عبد الله يا ولد العيب، إسلام عبد الله، إسلام عبد الله، بيهدى على كورته إسلام وبياخد فاول، وأدي اللقطة أمام حضراتكم، اللقطة أمام حضراتكم طبعًا على الحضور ميشيل يانكون وكارلوس برينجر وطبعًا كابتن بدر رجب والكباتن الكبار اللي موجودين النهاردة وأعضاء بقى الفريق المعاون لمارسيل كولر في الفريق الأول، ومتابعة لمباراة اليوم الأهلي مع بتروجيت، ومتابعة للناشئين. الأهلي اللي كان صعد 13 لاعب طبعا، 13 لاعب كان تم تصعيدهم للفريق الأول اللي هم حازم جمال، طارق حسن، يوسف عبد الحفيظ، إبراهيم عبد الحكيم، عبد الرحمن فارس، إسلام عبد الله، أحمد عبدين، عبد الجواد عبد الرحمن، مصطفى أبو الخير، سمير محمد، أحمد طعيمة، معتز محمد، ومازن أسامة. وباذن الله الفتره القادمه ايضا تشهد المزيد والمزيد من النجوم، نجوم المستقبل بقى للنادي الاهلي وصانعه الغد المشرق والجميل للنادي الاهلي، ويعني المارد الاحمر بقى. ادي انطلاقه وتوصل الكره مره ثانيه هناك ناحيه الشمال
للاعب بقى علي نادر. يا ولد يا ولد يا علي نادر، لعيبه حلوه قوي. وادي مرور، وادي سيف ايمن بيلعب كره عرضيه، يا مش ممكن على الكوره، مش ممكن على الكوره في منتهى الخطوره اللي فاتت دي الحقيقه. عبد الله مصطفى لعب الكره العرضيه في اتجاه اللاعب سيف ايمن، انما ضاعت. عبد الله مصطفى، ادي عبد الله مصطفى، وشوف عبد الله مصطفى يا ولد لعبها بوجه القدم ورجعت الكره للاعب سيف ايمن. والبدلاء هم كلمه السر النهارده، البدلاء هم كلمه السر النهارده. وتعالوا ما نغفلش بقى دور الحارس محمد عادل خليفه ونقول له حلوه على التصدي في اللقطه اللي فاتت دي. ترجع الكره مره ثانيه، وجدنا ان احنا ندي لكل لاعب حقه. وادي كوره، انما كان هي كانت تسلل على العموم، انما هو في الغالب يعني محمد عادل خليفه حارس المرمى تصدى ليها بشكل جيد. ادي على طول بقى الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي اللي استطاعوا يعني تعديل الامور في الشوط الثاني، تعديل الامور بقى في الشوط الثاني الحقيقه من جانب الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي بقياده بقى المميز الكابتن احمد عبد الظاهر. ادي امامنا الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي، نقولهم مع بعض كده مره ثانيه، والجهاز الفني ايضا لبتروجيت الاهلي، احمد عبد الظاهر، احمد جلال، خالد عثمان، محمد راشد، علاء مأمون، عمر شعراوي، عبد الحميد حسين، عبد الرحمن، عبد الرحيم سونج، رمضان حارس، وبتروجيت حمام ابراهيم، محمد رجب، احمد هاشم، اسامه محمد. ترجع الكره مره ثانيه وتوصل في وسط الملعب، شكرا للحقيقه للاعبي النادي الاهلي اللي متعونا في الشوط الثاني، وايضا للاعبي بتروجيت اللي كانوا تفوقوا في الشوط الاول. وادي كوره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تمس، انما ماتش ممتع وماتش فيه كلام كتير جدا، وماتش فيه يعني اهداف وفيه كور وفيه تكتيك حصل وفيه تبديلات وتغييرات مراكز لاعبين وحاجات حلوه قوي، حاجات حلوه قوي شفناها النهارده في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وتحديدا بقى في الشوط الثاني، الشوط الثاني الجميل والممتع، يعني ده الشوط الاولاني ده كان شوط للنسيان الحقيقه، انما الشوط الثاني شوط ممتع جدا، وخاصه من جانب بقى لاعبي النادي الاهلي والتبديلات اللي اجراها الكابتن احمد عبد الظاهر اللي اضافت الكثير من المتعه والاثاره والاهداف ايضا والجمال في الشوط الثاني، والاهلي اصبح متقدم. ترجع الكره مره ثانيه لمصطفى مخلوف، واحد من الحراس المميزين ايضا في قطاع الناشئين للنادي الاهلي، كل التوفيق ليه مع شوبير ومع حمزه علاء ومع حازم جمال ومع الزنفل. هذه كرة تتلعب على طول اماميه وتوصل كده في الخلف لدفاعات نادي بتروجيت عن طريق اللاعب محمد فرج. بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني. الشوط الثاني عدى بسرعه جدا، عدى بسرعه جدا. شوف وصلنا للدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع دون ان نشعر يعني من جمال وحلاوه الشوط الثاني. ترجع الكره مره ثانيه وتصل في الخلف للاعبي بتروجيت عن طريق اللاعب محمد فرج الى حارس المرمى محمد عادل. محمد عادل بيلعب الكره الاماميه، انما ترجع لعبد الجواد عبد الرحمن اللي اشادنا به وبادائه في مباراه اليوم، وقلنا انه الاخطاء وارده في كره القدم، انما في المجمل هو لعيب جيد، لعيب مميز. مازن اسامه بيلعب الكره ناحيه اليمين، خلي بالك الدعم النفسي بيكون مهم من جانب بقى المدير الفني، هو نزل محمد وائل علشان يسند مع اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن وما خرجوش بعد الاداء في الشوط الاول، كدعم نفسي وثقه كبيره من الكابتن احمد عبد الظاهر في اداء بقى اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن. الحاجات دي النفسيه مهمه جدا، خلي بالك، خلي بالك الحاجات النفسيه مهمه جدا. والاهلي احسن فرقه في الشرق الاوسط تعرف تتعامل على المستوى النفسي. توصل الكره ناحيه اليمين وادي انطلاقه مره ثانيه، الدليل على الكلام اللي احنا بنقوله ده انه مثلا الكابتن بدر رجب بيتواصل مع كل او اللعيبه بقى المعارين من لاعبي النادي الاهلي بيتواصلوا دايما مع الكابتن بدر رجب ومع المسؤولين في النادي الاهلي ويتلقوا منهم النصائح. ادي امامنا اهو الكابتن الكبير بقى ابو الاشبال كابتن بدر رجب مع ميشيل يانكون في الصوره وفي اللقطه. ترجع الكره مره ثانيه، منتظرين الكثير والكثير من مكتشف بقى يعني المواهب الكابتن بدر رجب، منتظرين منه الكثير والكثير الحقيقه، اللعيبه بيحبوه جدا طبعا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، واطلق الالقاب بقى زي مثلا تريزيجيه وزي كهربا وزي كانتي والكثير والكثير من اللعيبه، عينه حلوه قوي ودايما كده شفناه يعني يطلق بعض ادي امامنا طبعا الكابتن بدر رجب وكارلوس برينجر اللي متواجدين في ملعب المباراه امام حضراتكم، ويعني ده بيتابع اللي هو مطور الاداء للنادي الاهلي كارلوس برينجر مع الكابتن الكبير بقى ومكتشف المواهب واللي قدم نجوم كبار جدا لكره القدم المصريه. شفنا طبعا محمد النني اللي كان في زياره ليه في النادي الاهلي يعني من فتره كده. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب وادي انطلاقه وتوصل هناك ناحيه الشمال للاعبي
نادي بتروجيت بنلعب في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، هي لحظات قليلة وحكم اللقاء بقى ينهي هذه المباراة الماراثونية الجميلة اللي كانت مميزة جدا في الشوط الثاني، اللي الأهلي استطاع ان هو يحول تأخره بهدف مقابل لا شيء لتقدم 3-1، ويعني بأداء ولا أجمل من كده في الشوط الثاني. الدنيا كلها اتغيرت للأفضل وللأحسن في الشوط الثاني. ركلة ركنية لصالح نادي بتروجيت من ناحية اليمين، وادي الكلام والأحاديث بقى الجانبية ما بين برينجر وما بين ميشيل يانكون مع الكابتن بدر رجب اللي أمام حضراتكم في الصورة، والناس اللي أمام حضراتكم في الصورة دي عليها دور كبير جدا طبعا في تقديم بقى مواهب ورعاية المواهب وتقديمها للفريق الأول للنادي الأهلي ومارسيل كولر وكرة القدم المصرية. مشاهدينا الأعزاء، في هذه اللحظات محمود منصور ينهي أحداث هذا اللقاء، الأهلي يتقدم وعلى بتروجيت بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد. مليون مبروك للنادي الأهلي ومزيد من الانتصارات والأداء الجميل والممتع. مشاهدينا الأعزاء، تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، وإلى أن نلتقي في مباريات أخرى قادمة لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.